بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. كالعادة حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد والعديد من التفاصيل والكواليس المهمة لمباراة الأهلي والزمالك، ولكن خلوني أبدأ مع حضراتكم في الفقرة الأولى. إن شاء الله هيكون معايا النجم الكبير كابتن محمد حشيش، أما في الفقرة الثانية هيكون منورني الأساتذة الكبار الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمد القوصي. لا صوت يعلو داخل فريق النادي الأهلي ولدى جماهير النادي الأهلي فوق صوت مباراة الأهلي والزمالك في المواجهة المرتقبة في 7:30 مساء الجمعة المقبل في المملكة العربية في الرياض، في المملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر. عرس رياضي كبير رائع يترقبه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، وليس جماهير النادي الأهلي فقط ولا الزمالك فقط، ولكن جماهير العربية في كل مكان. مباراة مثيرة وقوية قبل انطلاق أحداثها، زي ما حضراتكم شايفين أمور كثيرة بتحدث خلال هذه الفترة في المباراة وعن المباراة، ما بين إشاعات بتقول غياب فلان وعدم غياب فلان، أصل فلان مصاب، أصل فلان متخانق، زي ما قلت لحضراتكم الأسبوعين اللي فاتوا أو الأسبوع اللي فات والأسبوع ده كمان، كنت دايما بتكلم وأنا بتكلم مع حضراتكم هتجدوا بعض الناس الحاقدة، بعض بالمناسبة هم ما بيشجعوش الأهلي، ولكن أنا أعتقد كمان إن هم ما بيشجعوش الزمالك، لأنه الناس دي بتعيث فسادا أو بتعيش في الأجواء الملتهبة، عايزة دايما الأجواء تكون ملتهبة. فمثلا قد يكون معلق مباراة شغلته إيه؟ إن هو يعلق على المباراة، ملوش شغلانة تانية إن هو مثلا يطلع يتكلم على الأهلي ويتكلم على كذا ويتكلم على كذا. قد يكون مدير فني شغلته إيه؟ الإدارة الفنية لأي مباراة، ملوش إن هو يطلع يتكلم عن النادي الأهلي ولا عن نادي الزمالك حتى. ولكن في النهاية اللي أنا بشوفه هذه الأيام الحقيقة إن هم الأربعة خمسة اللي إحنا بنتكلم عليهم دايما، لما جيت أتكلم مع أصدقائنا هنا في أو زملائي في فريق الإعداد، قالوا لي يا كابتن هم الأربعة خمسة اللي بيتكلموا عن بتاع فلان وعلان وترتان وكذا وكذا، معروفين بالاسم، محدش كتير يعني كلنا عارفينهم، أنا عارف، ولكن محدش كتير بيتفرج عليهم. أنا نفسي بالمناسبة، يعني أنا نفسي الأربعة خمسة دول ينتهوا من الكلام أو من هذه الأمور اللي بيعملوها، لأنه وأنا بتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب، عمرنا ما بنغلط ولا عمرنا هنقول كلام كذا ولا كذا، لكن اللي بقوله ان احنا هم اربعه خمسه معروفين خلاص بالاسم، معروفين، اول ما تلاقوني بتكلم بهذا الشكل هتبقوا انتوا عارفين انا بتكلم عن مين. واحد ملوش شغلانه وقاعد هنا وهنا ويتكلم لك اصل الاهلي واصل مش عارف فين وكذا والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. انا ما بحبش اتكلم بالاسماء. ليه ما بحبش اتكلم بالاسماء؟ علشان يعني ما اعرفش، حضراتكم اكيد عارفين الناس دي كويس وعارفين طريقتهم في الكلام واسلوبهم في الكلام، ولكن ان شاء الله الوسط الرياضي سيتخلص من هؤلاء الاشخاص. الوسط الرياضي بينقي نفسه دلوقتي، خلي بالكم، لو تاخدوا بالكم كده هتلاقوا كل الناس بتنقي بينا وبين بعض كده، بننقي بعض. يعني ايه؟ في مسار محترم ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك، في مسار محترم ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك، وبالتالي زيارة لمجلس إدارة النادي الأهلي داخل النادي الزمالك، وإن شاء الله قريبا سيكون هناك زيارة من مجلس إدارة نادي الزمالك إلى النادي الأهلي، وبالتالي هي دي المفروض الأجواء الصحية اللي احنا نشوف فيها كرة قدم حقيقية. انت هتقول لي يا عم إسلام كرة قدم، أقول لك آه، كرة القدم بتعتمد في الأساس على تنقية الأجواء في كل الأمور، وبالتالي اللاعب مش هيبقى في دماغه إلا الملعب فقط. فمن المفترض أن احنا نشوف مباراة تليق باسم الكبيرين إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية الساعة 7:30، من المفترض أن احنا نشوف مباراة تليق باسم الأهلي، مباراة تليق باسم نادي الزمالك. خلي بالكم، وهنا رسالتي لعيبة نادي الأهلي، احنا عندنا ملايين الملايين الملايين بيتفرجوا على هذه المباراة. انت بتمثل النادي الاهلي وبتمثل على الاقل 70-80 مليون اهلاوي جوه مصر،
مش هتكلم عن اللي بره مصر، لكن جوه مصر 70 80 مليون اهلاوي، حضرتك في الملعب انت بتمثل هؤلاء اللاعبين، يجب ان تعلم ان انت بتعمل اي حاجه ان كل هؤلاء اللاعبين او كل هؤلاء الجمهور بيبصوا مستنينك، بيشوفوك بتعمل ايه علشان يقلدوك، في منهم انت مثل اعلى ليهم. الصغيرين الشباب الصغير، وبالتالي خلي بالك، وانا متاكد من كل لعيبه النادي الاهلي، لانه على مدار السنوات السابقه لم نجد ان لعيبه النادي الاهلي بيعملوا اي مشكله او بيفتعلوا اي مشكله. واذا افتعل اي لاعب داخل النادي الاهلي مشكله بيحصل ايه؟ تلاقي كل النادي، كل المسؤولين اللي في النادي من اول مدير الكوره لاعلى الاعلى الاعلى لغايه لما تصل للكابتن خطيب، كلهم بيعملوا ايه؟ بيتخذوا الاجراء المناسب. كابتن خطيب شاف ان الاجراء مره مع حسين الشحات، شاف ان الاجراء ضاعف الخصم في ذلك الوقت، لانه حس ان هو غلط. وانت بتمثل النادي الاهلي، وطلع حسين وشكر الناس كلها وقال انا اسف وبعتذر وكل حاجه. هو ده نادي الاهلي بالمناسبه. فعشان كده وانا هنا ماليش علاقه باي، طبعا نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجه، ولكن له مسؤوليه يتحدثوا عنه وكل حاجه، ولكن انا هنا رسالتي لعيبه النادي الاهلي، عايزين نكسب هذه المباراه، عايزين نشوف مباراه تليق باسم النادي الاهلي، مباراه تليق باللي بيحصل حوالين المباراه بقاله اسبوع ولا 10 ايام، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا. اخواتنا في المملكه العربيه السعوديه عاملين اقصى جهد في بعثه اعلاميه، اعتقد سافروا يوم الاثنين اللي فات، تابعه لرابطه الانديه، وبالتالي اصدقائنا اللي موجودين هناك بيقولوا لنا اهتمام اعلامي كبير جدا بهذه المباراه، وده طبيعي جدا نظرا للقيمه الكبيره للاهلي والقيمه الكبيره للزمالك، الاثنين قيمتهم الكبيره في البلاد العربيه كبيره جدا. اوعوا تصدقوا كلام الخبيث او الشخص الخبيث اللي بيقول اي كلام، ده عايز يخش في النص لانه ما عندوش شغلانه، فعايز يخش في النص علشان يولع الدنيا ويعمل قصه ما بين الاهلي وما بين الزمالك، وده مش هيحصل ان شاء الله الفتره القادمه، لانه زي ما قلت لكم هم اربعه خمسه ومعروفين، فكل ما بنشوف لهم حاجه بنقول هم ما فيش تغيير، عمرك ما هتعرف تتغير، عمرك ما هتواكب ما يحدث، انت عايز المجال او المكان الفاسد علشان تروح تكبر فيه، تكبر فيه وتخش جواه كده وتكبر تكبر. الحمد لله كل الفساد او كل الامور الغير محترمه انتهت، فاحنا دلوقتي كلنا بنتعامل بمنتهى الاحترام ما بيننا وما بين بعض، ولكن سنظل دائما ندافع عن النادي الاهلي، سنظل دائما نقف لكل من تسول له نفسه بان هو يتكلم عن النادي الاهلي، لانه احنا مش انا، احنا كلنا كجمهور النادي الاهلي بنمثل النادي الاهلي وبنحب النادي الاهلي من قلوبنا، وبالتالي لن نسكت على اي شيء. هم الاربعه خمسه، وقريب جدا جدا ان شاء الله يكون هناك تقليم لهؤلاء الـ زي تقليم الاظافر كده لهؤلاء العناصر التي تفسد الحياه الرياضيه. انا ليه بقول الكلام ده كله؟ لانه انا عندي ماتش، مش انا، كلنا عندنا ماتش يوم الجمعه، ظروف وأجواء المحيطة بالمباراة تدل على أننا على موعد مع مباراة تاريخية، وجهة نظري كلنا أمل إن شاء الله أن تخرج هذه المباراة بصورة مشرفة تليق زي ما قلت بقيمة الفريقين الكبيرين وجماهيرهم العريضة المنتشرة في كل مكان في الشرق الأوسط. الكل طبعا عايز يثبت نفسه في هذه المباراة، لعيبة الأهلي كل واحد فيهم نفسه، حتى المصابين، يعني اذا كان هناك مصابين لهذه في هذه المباراه، الشناوي لما تيجي تتكلم معاه يقول لك الماتش ده بالنسبه لي هو اللي كان دافع كبير ليا ان انا كنت ارجع، لكن ان شاء الله اللي جاي يبقى افضل وافضل، ان شاء الله مباراه تليق بالكبيرين الاهلي والزمالك في الرياض في المملكه العربيه السعوديه، الكل ينتظر مباراه فنيه على اعلى مستوى، الاهلي بقياده الثعلب المكار الحقيقه. مارسيل كولر اللي عايز يؤكد تفوقه مرة تانية في مواجهاته أمام نادي الزمالك ويواصل الهيمنة على البطولات. الزمالك في ثوبه الجديد مع مدير فني جديد، صفقات جديدة، أعتقد أن الزمالك مستواه من الناحية الفنية ارتفع عن ما قبل جوميز، وجهة نظري. لعيبة الزمالك وجمهور ومدير فني نادي الزمالك عايزين يثبتوا ان هم كويسين، وان هم فبالتالي هتبقى مباراة صعبة.
مباراة لن يستطيع أحد التكهن بنتيجتها. كل حاجة مهيئة أن تكون هذه المباراة مباراة تليق بالكبيرين. مباراة ستجمع ما بين الفريقين الحقيقة. إن شاء الله إن شاء الله نشوفها. أنا نفسي أتفرج بقى بعيدا عن كل ال 44 كاميرا وال 80 مش عارف إيه والحاجات اللطيفة والحلوة والحكم اللي عامل كده والكلام الحلو ده اللي هجيب لكم، حاولوا تجيبوا لنا شباب كابتن ناصر برضو نطمن منه عن حكم المباراة. بعيدا عن الحكم وبعيدا عن كذا وبعيدا عن كذا وبعيدا عن كذا، أنا نفسي أشوف ماتش أهلي وزمالك كده حلو في الملعب. أمور فنية، واحد يخش لجوه والتاني يطلع من بره، الحاجات القديمة اللي احنا كنا بنعملها، هجمة هنا وهجمة هنا في الآخر الأهلي يكسب إن شاء الله. ولكن أنا أقصد إيه؟ إن المباراة تطلع حلوة، مباراة تستمتع وأنت قاعد بتتفرج عليها، أنت كجمهور النادي الأهلي، جمهور نادي الزمالك، العالم كله يتكلم عن هذه المباراة وعن ما يحدث في هذه المباراة، وسائل الإعلام تتكلم عن القيمة الفنية اللي موجودة في النادي الأهلي. خليني أقول لحضراتكم حاجة. النادي الأهلي الأفضل فنيا، أيوة النادي الأهلي الأفضل فنيا، محدش يقدر يقول غير كده بالمناسبة يعني. ولكن وأنا معلش هدخل نفسي في الجزء ده ولو بشكل بسيط، ماتشات الأهلي والزمالك صدقوني ماتشات مختلفة، ماتشات مختلفة، ماتشات لها طابع خاص. الأهلي الأفضل فنيا من الزمالك، أنا بقولها بفم المليان، نعم الأهلي الأفضل فنيا في كل المراكز، في كل المراكز. ولكن بما أني دايما أقول لحضراتكم حتى وإحنا بنلعب أي فريق، لو بنلعب مدياما، لو بنلعب شباب بلوزداد، لو بنلعب كل الفرق اللي يانج أفريكانز مثلا، كنت دايما أقول لحضراتكم إيه؟ إن الملعب هو الأساس، الملعب هو اللي بيغير كل حاجة. صدقوني الملعب بيغير كل حاجة، وفي نفس الوقت الدوافع الموجودة عند الأهلي إن شاء الله تكون أكبر من الدوافع اللي موجودة عند لعيبة الزمالك، لأنه مثل هذه المباريات مختلفة. والله يا جماعة مثل هذه المباريات مختلفة، محدش بيفكر إلا في إزاي أكسب، سواء الزمالك اللي عايز يكسب الأهلي بأي طريقة، خلي بالك يكسب الأهلي بأي طريقة، فهتبقى مباراة صعبة. المباراة خلاص ساعات قليلة جدا بتفصلنا عنها. فريق الزمالك وصل السعودية امبارح، بكرة إن شاء الله تطير بعثة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة. المباراة هتقام على واحد من الملاعب المميزة الحقيقة على مستوى العالم العربي، وهو الأول بارك الحقيقة، تحفة رياضية فنية كبيرة على الأراضي السعودية. عموما خلونا نطلع نشوف تقرير عن ملعب المباراة الأول بارك، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلونا نروح مباشرة على الهاتف، معانا النجم الكبير، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخبنا الوطني، كابتن مختار مختار. يا كابتن مختار إزاي حضرتك يا كابتن؟ الله يخليك يا اسلام، الحمد لله، وحشنا جدا. ربنا يبارك فيك يا كابتن اسلام، ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. كابتن مختار قول لي كده، انت لعبت كام ماتش اهلي وزمالك؟ مش لازم تحديدا يعني، لكن قد ايه؟ انا يعني من فضل الله، من فضل الله، من ساعه ما لعبت لغايه ما انصبت لعبت تقريبا كل الماتشات بتاع الاهلي وزمالك، بس مش فاكر كام. كام سنه يا كابتن؟ يعني مثلا 7 8 10 سنين؟ 8 في 2 على الاقل 16 17 على الاقل 16 مباراه. صح؟ نعم ايوه نعم. طيب كيف تفكر في هذه المباراه؟ انا بتكلم هنا بشكل عام، لما كنت لعيب ولما كنت طبعا مدرب في النادي الاهلي. يعني بالنسبه لماتش اهلي ولا اهلي او اهلي وزمالك؟ يعني اهلي وزمالك. لا اهلي وزمالك دايما يعني اكيد ان هو ليها زخم يعني مختلف عن الماتشات كلها. طيب. ودي طبعا راجعه برضه لمكانه الفرقتين واهميه جمهور الفرقتين وعددهم، يعني في حاجات كتيره جدا الماتش اهلي وزمالك بيبقى بيختلف عن ماتشات كتيره جدا او معظم الماتشات يعني. ايوه. حتى في اوقات بيبقى الاهلي غير مؤهل انه يكسب، او يعني الفرقه اقل،
في فترات لفترات الزمالك مش مؤهل انه يكسب اقل بكثير من الاهلي. لكن نتيجه المباراه دايما بتبقى معلقه في المباراه نفسها، لانها في اوقات كثيره جدا جدا الماتشات ديت بتبقى انتاج كويس جدا جدا للعيبه. يعني في ماتشات لغايه دلوقتي احنا فاكرينها، كان في الكابتن ريع وعلو مطل وبتاع اشتغلوا في ماتشات اهلي وزمالك، وبقى بعد كده اساميهم بقت ذات طبل في ماتش من الماتشات دي، وهكذا الزمالك كمان. فالماتشات دي الصراحه زخمها ما شاء الله دايما بيبقى عالي قوي، خصوصا كمان بقى الماتش دوت كمان اتعمل له يعني بالبروباجندا اكيد عاليه جدا جدا جدا، راجعه كمان لان الماتش بيتلعب في السعوديه والاعلام اتسلط عليه بشكل كبير جدا، مش اعلام مصري بس دلوقتي، ده بقى اعلام يعني الوطن العربي. وكمان اكيد ان في الماتشات دي بتبقى باينه في معظم بلاد كثيره يعني، فاكيد ان الكلام دوت الماتشات ديت ما شاء الله بيبقى زخمها عالي جدا، خصوصا كمان الماتش ده. حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي ان لما الاهلي ساعات بيبقى افضل مش الافضل وبيكسب، والزمالك نفس الكلام. المباراه القادمه من وجهه نظرك الفنيه كيف تراها؟ لا هي صراحه يعني يمكن الزمالك كان الفترات اللي فاتت عايش في فترات اقل بكثير من النادي الاهلي. الفتره ديت انا شفت يمكن حتى الماتش اخر ماتش النادي الزمالك، حتى بالرغم ان هو كسب في اخر المباراه لكن كان بيأدي اداء يعني اكيد كان كويس جدا، ودي برضه بتدل ان هو الزمالك حتى يعني خطوات الصعود بتاعته في الاداء افضل بكثير جدا من الماتشات اللي فاتت. الاهلي كذلك يعني الاهلي بيعيش في حاله مثلا ما شاء الله حاله هايله جدا جدا، برغم ان الماتشات الاخيره بتاعته يعني يمكن اقل من الطبيعي بتاعه، لكن انا دايما بقولها كده ان لعيبه النادي الاهلي في ماتشات معينه الزخم بتاعها بيبقى بيرتفع بيهم للحدث نفسه. قبل ما يسافروا كاس العالم اللي هي بتاعت ماتشات كاس العالم ماتشاتنا كانت اقل بكثير. صحيح. انا قلت كده ان احنا فرقتنا بترتفع مع الزخم بتاعها، مع اهميه الماتشات واهميه التوقيت بيطلعوا بشكل بيعلوا بشكل عالي جدا جدا، فكذلك اكيد الماتش دوت وزخمه اكيد برضه يعني فرقه النادي الاهلي ممكن ترتفع للحدث نفسه وتبتدي تأدي الاداء بتاعها الطبيعي العادي اللي هو يعني ممكن يؤهلها ان هي تكسب يعني. لكن الماتش لكن فرقه الزمالك في حاله فنيه كويسه يعني. فرقه الزمالك من وجهه نظرك في حاله كويسه فنيا عن ما قبل جوميز؟ ايوه من قبل طبعا. انا بنتكلم في كده. لكن النادي الاهلي يعني انا في بدايه كلامي يا كابتن قلت انه وجهه نظري طبعا انا الشخصيه انه نادي الاهلي افضل من نادي الزمالك، ولكن ماتشات الاهلي والزمالك دايما ليس ليها ما نقدرش نقول فيها حتى الافضل فنيا هو اللي هيكسب. وانا معاك في الكلام دوت 100%. اهم نقاط القوه بقى اللي موجوده في نادي الزمالك من وجهه نظرك؟ يعني انا زي شايف ان يعني حتى برضه الثقه اللي هي رجعت لهم اكيد ان هي نقطه قوه يعني اكيد تفيدهم بشكل كبير جدا يعني. ان هم يعني انا زي ما بقول لك الماتش الاخراني هم داخليه اللي هو داخليه كسبوه في اخر المباراه، لكن ادائهم وين ان الايه ان الريتم او الرسم البياني بتاعهم بيرتفع بالنسبه للاداء. نعم. وده امر طبعا كان ظاهر في الماتش بشكل كبير جدا، واكيد مكسبهم للماتش دوت كمان هيديهم ثقه يعني ممكن يعني يعني نشوفها في الماتش ان هي فيه يبقى فيها اداء افضل بكثير. وبعدين خلي بالك اسلام الثقه كمان بصراحه بتبقى مهمه قوي، مهمه لاي فرقه، اذا كنت عندك ثقه وعندك ثقه في المكسب وانت شايفه بشكل كويس اكيد ممكن ده، بس ده كمان ما هو عند النادي الاهلي بالظبط، والاهلي ممكن الاهلي يبقى الريتم بتاع هذا الامر اعلى بكثير. النادي الاهلي ماشي في ريتم ما شاء الله، يمكن الاداء اقل لكن بيكسب وبيكسب ماتشاته كلها، وزي ما انا بقول لك انه الريتم عنده بيرتفع عند مستوى الحدث. ومستوى الحدث ده حدث كبير جدا يعني. كابتن مختار، اصابات خلال الفتره السابقه في النادي الاهلي وحتى الان يعني مجموعه كبيره من اللاعبين الكبار اللي لهم تاثير ايجابي
خلاص منهم 100% من لن سيكون متواجد في المباراه، ومنهم من لسه الناس يعني بيتم اختباره. شايف ده هيؤثر بشكل سلبي، او مجموعه اللاعبين دول هيؤثروا بشكل سلبي على النادي الاهلي وعلى ادائه؟ لا ما اظنش. النادي الاهلي ما شاء الله الذخيره عنده، يعني ما شاء الله يعني عنده مجموعه من اللعيبه تقدر تعوض بشكل كبير جدا، وانا شايف برضه مجموعه كمان كويسه جدا واقفه على حيلها بشكل كويس متواجده، حتى لو دخل معاهم واحد ولا اثنين ما كانوش في الحسبان لاي سبب من الاسباب اكيد ان هم يعدوه معاهم. فده امر يعني الاهلي يقدر يعوض اي حد ممكن يغيب عن المباراه، وحتى شفنا مثلا شوبير والشناوي، الشناوي شوف كان عامل ازاي، ولما شوبير بيلعب دلوقتي كام ماتش لغايه دلوقتي ما شاء الله ما دخلش فيه ولا جول. بيفكرك يعني بابوه يا كابتن ولا لا؟ نعم. يعني ما شاء الله، فانا بقول لك يعني لما يلعب كذا ماتش وهو يعني كان، ودي برضه خلي بالك يا اسلام انا يعني انا دايما اقولها اني في اوقات من يعني في اوقاتنا ما ينفعش ان انا اقعد يعني اذا كانت لي فرصه ان انا لعب اي لعيب في اي ماتش من الماتشات، لان جت لي الفرصه انا شفت يعني شايف صراحه ان الشناوي كان الفتره اللي فاتت بيلعب كل الماتشات، ماتش قوي ماتش ضعيف ماتش متواضع ماتش كان على طول. ده انا شايفها ان دي يعني اكيد ان دي يعني فيها سلبيه بصراحه يعني. انا اتمنى يعني ان شاء الله ان السلبيه دي بقى، انا شايف ان يعني دلوقتي المدرب بقى حتى بيعمل التدوير ما بين اللعيبه بشكل افضل بكتير، اتمنى ان شاء الله ان يستمر الكلام ده، وما فيش حد لعيب يقعد مثلا 10 12 ماتش ما يلعبش. انا اتذكر يا كابتن، انا اسف، انا اتذكر ايام لما كان مانويل جوزيه وحضرتك ومجموعه المجموعه الاداره الفنيه للنادي الاهلي في 2004 2005 كانوا دايما الماتشات الدوري مثلا كان عصام الحضري اللي بيلعبها، ماتشات الكاس كان امير او بعد كده نادر لو تفتكر يعني. وعلى فكره دي بتتعمل في كل الفرق الكبيره العالميه. يعني في ماتشات الكاس بيديها للجون الثاني. ما هو خلي بالك برضه يا اسلام في وقت من الاوقات اللي احنا فيه دلوقتي، هو الشناوي قاعد ليه؟ هو قاعد عشان هو وحش ولا فنيا؟ اصابه. ولا هو قاعد مجبر ان احنا مقعدينه لان في اصابه؟ مجبر. واخده لاي حد، فبالتالي ما ينفعش ان انا افضل يعني 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 بلاعب في لعيبه معينه كل الماتشات، ولما اجي في وقت من الاوقات الزني ما الاقيش البديل، حتى لو البديل موجود، ما هو موجود بس لما هيخش هياخد له بتاع خمس ست ماتشات عشان يخش يكون الثاني رجع. الامر برضه محتاج فعلا يعني ايه، اكيد ان هي حته فنيه ان شاء الله المدرب ان شاء الله يقدر يعملها بشكل كويس يعني. اهم نقاط القوه الفنيه جوه فريق الزمالك، يعني لما نيجي نتكلم عن زيزو، لما نيجي نتكلم عن مصطفى شلبي، لما نيجي نتكلم عن شيكابالا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، مجموعه اللاعبين اللي بيلعبوا دلوقتي في الناحيه الهجوميه في نادي الزمالك. نعم، هو عشان كده احنا بنقول يا اسلام ان الزمالك في حاله احسن يعني مما قبل، عشان كده بقول لك الماتش صعب جدا جدا، لان برضه دول لعيبه ولاعيبه مؤثرين واحوالهم الفنيه كمان بتفرق كتير جدا 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 في نتيجه المباراه طبعا. عشان كده بقول لك الماتش مش اتمنى ان شاء الله بقى ان احنا ناخد من فرقتين احسن حاجه عندهم، لان احنا فعلا محتاجين ان احنا محتاجين نتفرج على ماتش حلو. صح محتاجين ان نشوف ماتش كويس ويبقى في متعه في الكوره. يعني احنا في ماتشات كتيره دلوقتي الفرقتين بيكسبوها بس بعيده عن متعه الكوره، ما بنحسش بالحلاوه اللي هي يعني كنا بنحس بيه، احنا محتاجين كده، لان الكوره خلي بالك في الاول وفي الاخر متعه. صحيح. وهي دي اللي احنا يعني بناخدها من الكوره، لكن ما فيش ساعات بنكسب والواحد طلع زعلان، والواحد طلع حاسس ان فرقتهم ما ادتش بحاجه وما تستاهلش المكسب. فاحنا فعلا محتاجين متعه في الكوره، اتمنى ان شاء الله ان الفرقتين يعني يمتعونا في الماتش ده، بس كمان لو عشان يمتعونا لازم يفضوا بس للكوره. وما فيش اي حاجه تاني تشغلهم، يعني سواء تحكيم سواء يعني اي حاجه تاثر علينا في المباراه. وبعدين كمان مهم قوي كمان يعني حته ان احنا نطلع واحنا مبسوطين قوي قوي قوي،
من التعاملات بتاعتنا مع بعضين سلوكيات. صحيح ما شاء الله دلوقتي احنا شفنا المبادره اللي اتعملت مبادره هايله جدا جدا، احنا عايزين المبادره دي يبقى ليها تاثير على المباراه دي في التعامل جوه الملعب، لان دي كمان يعني هتبسطنا جدا جدا وهتحسسنا ان ايه المبادره دي جايبه اثار ايجابيه هايله جدا جدا حتى جوه الملعب اللي احنا فعلا محتاجين نشوفها بشكل كويس. كابتن مختار، رسالتك للاعبين في مثل هذه المباراه؟ هي دي دي اللي انا اقصدها، السلوك، ان احنا ان الماتش ده يطلع يعني مثالي في التعاملات بيننا وبين بعضينا، وتبقى دي رساله للناس كلها في اولا هنا في مصر، ورساله كلها بالنسبه لمعظم الدول. دي رساله للاعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك كمان. لا طبعا انا بقصد الاثنين. طبعا انا بقول المبادره بتاعت مجلس اداره، عايزين يعني اكيد المبادره دي بالنسبه للفرقتين بالنسبه للناديين اكيد ان احنا عايزين المبادره دي تبقى سلوكياتها باينه ما بين اللعيبه جوه الملعب، لان دي هتفرحنا اكثر بكثير جدا من النتيجه. حقيقي. وبعدين انا اكيد كل واحد فينا عايز فرقته تكسب، لكن في الوقت نفسه اي فرقه ثانيه تكسب احنا نبقى راضيين ونطلع مبسوطين والامور تبقى يعني ماشيه بشكل كويس ويبقى ليها رد الفعل الايجابي عندنا كلنا، ان لما حد يكسب نقول له الف مبروك، ده حاجه كويسه. انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن مختار مختار. الحقيقه الواحد بيتعلم من مثل هؤلاء الكباتن الكبار اللي ليهم شخصيات مهمه وليهم كلام مهم ولهم سلوكيات مهمه. عندما يتكلم كابتن مختار مختار يجب على الجميع ان ينصت. الراجل الحقيقه يعني حتى كابتن مختار على المستوى لما تقعد معاه رجل لطيف جدا جدا، ويعني تحب تقعد معاه دايما وتسمع منه وتفهم منه النواحي الفنيه والنواحي السلوكيه. فان شاء الله ان شاء الله زي ما كابتن مختار قال تجد مباراه تليق باسم الكبيرين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. تم اسدال الستار عن اسم حكم المباراه التي هتلعب ان شاء الله يوم الجمعه القادم. حكم المباراه من امريكا اللاتينيه وهو البرازيلي اندرسون دارونكو، واحد من ابرز واقوى الحكام على مستوى العالم. الحقيقه يعني جاء على عكس التوقعات التي كانت تشير الى طاقم تحكيم كان الاقرب انجليزي هولندي اسباني إيطالي، ولكنه جاء من أمريكا اللاتينية. حكم برازيلي ولد سنة 1980. طيب هنتكلم عن هذا الحكم ونعرف أكتر وأكتر عنه مع الخبير التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس. ازيك كابتن؟ تحياتي كابتن إسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إيه الأخبار؟ حكم المباراة طلع من البرازيل ولا من أمريكا ولا من انجلترا ولا من اسبانيا ولا من ايطاليا ولا من هولندا، طلع من البرازيل، قول لي راي حضرتك. طيب قبل ما اروح للحكم المباراه كابتن اسلام، اولا هاخد من حضرتك جمله مهمه جدا حضرتك قلتها الوقت حالا قبل الفاصل، ويمكن الكابتن رضيع ياسين اكد عليها، وهي متعه المباراه ومتعه مشاهده المباراه. كابتن مختار، كابتن مختار، وانت قلتها قبل كده ان احنا نفسنا نشوف متعه المباراه ونشوف مباراه جميله جدا. حقيقي. شيء محترم جدا اللي حضرتك قلته. وهو دوت اللي دايما الاتحاد الدولي بيأكد عليه، مش بس من اللاعبين يا كابتن اسلام ولكن من العنصر التحكيم. الحكم النهارده هيبقى ليه دور كبير جدا يا كابتن اسلام في ان هو يبقى يضيف للمباراه المتعه. يعني ايه يا كابتن اسلام؟ يعني ايه؟ يعني توفير العداله التحكيميه في المباراه هي متعه. ما تبقاش انت وسيله ضغط على اللاعبين وتستخدم سلطاتك في القانون بانك انت ترهب اللاعبين داخل الملعب، دي متعه. هي اللعيبه الحقيقه اول ما شافت الصوره اكيد تم ارهابهم، يعني بيني وبينك يعني شويه عضلات على شويه يعني حاجه كده ايه تخوف. وبعدين سريع جدا، انا اتفرجت له على كام فيديو حاجه يعني. كابتن اسلام احنا قلنا يعني انت كحكم ليك السلطات والقانون بيديها لك، من فضلك لو سمحت احنا محتاجين تحكيم عدالة على الفريقين، محتاجين انك انت توفر بيئة امنة للاعبين بارتياحية. صحيح. عشان يطلعوا اللي عندهم بشكل جميل، لابد انت كمان تساعدهم على كده. ده بس مبدئيا بخصوص كلمة المتعة اللي احنا كمان كحكام بنستمتع وخلينا نبقى لينا دور في الامور دي. هحكي بسرعة ويمكن حضرتك هتستخلص من الكلام. اتفضل. الحكم اندرسون البرازيلي
حصل على الشاره الدوليه 2014 لكابتن اسلام. هنقول ان هو ما كانش عنده حظ في كاس عالم 2014 لان هو لسه حاصل على الشاره الدوليه فما راحش كاس عالم البرازيل 20 كاس العالم 2014. تمام. في 2018 في روسيا اعتقد كان عنده امكانيه ان هو يروح ولكن للاسف لم يكن من ضمن الحكام اللي راحت 2018 في روسيا. اعتقد في 2022 بقى كان المفروض يروح كاس عالم في قطر. لكن ايضا للاسف لم يذهب لكاس العالم في 2022. هتقول لي هو ما كانش عنده خبرات؟ لا، هو واخد الشاره الدوليه 33 سنه، النهارده عنده 43 سنه، يعني 10 سنين بيدير مباريات في بطولات مش كبيره، ولكن كان لو هو يعني مستوى عالي كان مفترض ان هو يكون موجود من ضمن حكام كاس العالم. لم يرشح لاي كاس عالم كابتن اسلام مبدئيا. طيب هنتكلم على التاريخ ايضا في امريكا، هو بيلعب في كاس الليبرتادورس وممكن لعب مباراتين في كوبا امريكا، لعب مباراه، يعني ارقام مش كبيره قوي، ارقام انا بعتبرها اقل من المتوسط. طيب احنا كنا اتكلمنا على طاقم تحكيم عالمي، يعني بنتكلم على حكام النخبه الاوروبيه او امريكا. واحنا يمكن انا اول ما قلت سمعت كده قلت يمكن عندنا انتوني تايلور من انجلترا ويمكن رقم واحد حكم من الحكام النخبه، عندنا حكام كتيره جدا مصنفين، ولكن هنا جه الحكم اللي هو البرازيلي اللي حتى الان كابتن اسلام لم يعلن عن طاقم التحكيم بالكامل. خلي بالك انا في حاجه مهمه وده السؤال، هم حكام الفار هيكونوا من البرازيل ولا هيكونوا من دوله ثانيه؟ وده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ المباراه كابتن اسلام مش حكم فقط، المباراه حكم وطاقم تحكيم فار يتدخل في القرارات، وده قصه كبيره لو قعدنا هنتكلم فيها هنقعد فيها كتير، ولكن يجب ان يكون حكام الفار على قدر كبير جدا من الفهم الجيد في القانون. طيب انا فهمت كده يا كابتن، معلش قبل ما تكمل كلامك، انا كده فهمت ان انت عندك بعض الكويستشن اللي هي علامات الاستفهام على حكم المباراه او على تعيين هذا الحكم، ده اللي انا فاهمه. شوف يا كابتن اسلام، يعني احنا قلنا تاريخه مش كبير قوي، تاريخه مش كبير، وهو التحكيم مش بالعضلات يا كابتن ولا القوه البدنيه، يعني احنا عندنا حكام النهارده لو قلنا في مصر حكم صغير وجسمه صغير ولكن تحس ان هو حكم كبير، احنا بنتكلم انت حكم كبير بقراراتك وعدالتك في الملعب يا كابتن اسلام، ده اللي انا عاوزه. بالظبط كده، هو ده، خلاص انا عاوز ده كده، انا فهمت. تمام، انا عاوز ده بس. تمام، نتمنى ان يكون طاقم التحكيم وطاقم تحكيم الفار نقطه مهمه، ومش عاوزين نرجع لكاس العالم اللي هو الانديه وحصل ما حصل من الحكم البولندي اللي ادار مباراه النادي الاهلي وكان هناك ركله جزاء والفار لم يتدخل، حاجات كده كتيره. نتمنى طبعا التوفيق للتحكيم، نتمنى نشوف المتعه زي ما حضرتك قلت كده كده، والمتعه مش هتيجي الا عن طريق طاقم التحكيم يا كابتن اسلام. ان شاء الله نرى مباراه جيده بطاقم تحكيم جيد. انا بشكرك شكرا جزيلا، خبيرنا التحكيمي والمحاضر الدولي كابتن ناصر عباس، شكرا جزيلا. إذن حكم ليس له تاريخ كبير، ولكن في النهاية خلينا ننتظر ماذا سيحدث على أرض الملعب، لأنه من الحكام المميزين برضو. بيني وبينكم لما تيجي تقرأ أو تتفرج عليه هتلاقي أنه عنده بعض الأمور المميزة، وهو جريته حركته وجوده جنب كل كورة. خلينا ننتظر ونشوف إيه اللي هيحصل على أرض الملعب، وإن شاء الله تكون مباراة تليق بالكبيرين سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك. خلونا نطلع فاصل، أو قبل هذا الفاصل نروح نشوف تقرير الأخبار، آخر الأخبار المحلية والعالمية من خلال هذا التقرير، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن؟ سلام، ازيك؟ مشرف ومنور حبيبي، ربنا يخليك. كابتن حشيش، انا دايما السؤال المعتاد قبل مباراه الاهلي والزمالك، لعبت كم ماتش اهلي وزمالك؟ لا لعبت كتير. طب كم سنه؟ ما احنا بنحسبها بالسنين، من 80 81 لغايه 87، ست سنين سبع سنين، يعني قول تقريبا على الاقل 14، بضرب في 2 بالظبط كده، على الاقل 12 حاجه كده يعني. مباراة من يعني مختلف عن اي مباراة تانية. صحيح. يعني قطبين، ايه يقول لك ايه الاختلاف؟ يعني يقول لك يعني ايه مختلف عن اي حاجة تانية؟ اختلاف ان دايما المنافسة بين اهلي وزمالك. اوكي. والشعبية اهلي وزمالك. صحيح. والمباراة دي بالتحديد بتبقى يعني مولد نجوم، ومباراة مؤثرة
اي واحد بيحرز هدف او بيلعب مباراه كويسه الجمهور بيفضل فاكرها له عن اي مباراه تانية في الدنيا. يعني تسال جمهور الاهلي او الزمالك من حوالي 20 سنه مثلا 25 سنه ماتش كذا كذا يقول لك اه ماتش الاهلي والزمالك كان كذا والاهلي عمل كذا يعني. فمن هنا المباراه طبعا يعني مهمه جدا. المباراه طبعا في العادي مهمه، انما المره دي بقى مهمه بزياده لانها اول مره تتلعب، كاس مصر يتلعب في المملكه العربيه السعوديه. التنظيم اللي احنا طبعا ان شاء الله مستنيينه والاحداث اللي حوالين المباراه والجوائز والاهتمام الكبير والدنيا كلها مستنياها يعني. الدنيا كلها مستنياها يعني. في العادي طبعا الناس بتستنى مباراه اهلي وزمالك بفارغ الصبر، انما المباراه دي كمان واخده مذاق خاص انها في المملكه العربيه السعوديه طبعا يعني حاجه مهمه. مباراه التاريخ بيني وبينك ان هي تكون اول مباراه نهائي كاس مصر وبتلعب في المملكه العربيه، اعتقد حدث تاريخي. حدث تاريخي طبعا كلنا مستنيينه. الناس برضو هتفتكر يقول لك اول مباراه اتلعبت اهلي وزمالك في السعوديه، النتيجه كام، مين اللي كسب، مين اللي ادى كويس، حاجات كده كتيره يعني. فهي طبعا المباراه مهمه. الفرقتين طبعا يعني النادي الاهلي طبعا بمشواره اللي فات في حاله بدنيه وفنيه عاليه، بطولات الحقيقه كتيره خلال الفتره اللي فاتت. الزمالك في حاله فوقان الفتره الاخيره مع المدرب طبعا الجديد، وده وضع طبيعي لما انت عارف دايما لما بيحصل تغيير في المدير الفني صحيح بيحصل استنفار للجهد، واللعيبه بتبقى عايزه كلها طبعا تثبت للمدرب الجديد كفاءتها وانها جديره بانها تكون موجوده. بان على نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت طبعا ان نتائجه طبعا بتتحسن، فده طبعا يعني هيزود المنافسه بين الفرقتين. اوكي. بس احنا طبعا اللي عايزين نقوله ان مباراه الاهلي والزمالك بالتحديد يعني ملهاش مقياس. عمرها ما كانت بحاله فرقه الاهلي او الزمالك قبل المباراه، مين احسن، مين كسبان، مين كذا، مين كذا، ما فيهاش توقعات خالص. طبعا مفيش توقعات خالص. المباراه دي كمان هتبقى حماسيه اكتر من الطبيعي، زي ما بقول لك للاحداث اللي احنا اتكلمنا عليها دي هتبقى حماسيه. الاحداث دي بتزود الحماس. طبعا بتزود الحماس. المباراه كونها كمان خارج مصر لها طبع تاني. يعني اللعيبه لما بتروح بتلعب في اي دوله، واحنا شفنا النادي الاهلي لما لعب قبل كده السوبر في الامارات ولعب كاس عالم انديه في السعوديه، فبتحس ان اللعيبه في حاله ثانيه، حاله ثانيه. عشان كده اهم مفاتيح الفوز هو ازاي تقدر تسيطر على الحماس بتاعك الكبير ده. ايوه. انت هتبقى متحمس يعني بقوه، فاللي يقدر يبقى اهدى وواثق من نفسه ومصر حاطط المكسب قدام عينه ومصر على المكسب، هو ده اللي ممكن ان شاء الله مع التوفيق طبعا توفيق ربنا هو ده اللي هيوصلنا ان شاء الله النادي الاهلي للمكسب يعني. هركز مع حضرتك في الفقره دي على اللاعبين. تمام. اللاعبين كيف تفكر؟ يعني شوبير لو هيلعب، مصطفى شوبير لو هيلعب هيفكر ازاي؟ منعم، ربيعه، هاني، كل اللعيبه عشان ما يبقاش يعني بنقول تشكيل ولا حاجه. تمام. لكن كل اللاعبين اللي موجودين هيفكر ازاي وهو نازل زي ما كنت حضرتك ايام 81 لغايه 87 بتفكر؟ طبعا اللعيبه الخبرات المفروض بتبقى اهدى شويه من اللعيبه اللي هي يمكن اول مره تلعب اهلي وزمالك. زي مثلا مصطفى شوبير اول مره يلعب اهلي وزمالك اعتقد. بس لعب نهائي يعني لعب نهائي بس برضه دوري الابطال يعني. اهلي وزمالك والله هي وضع مختلف. وضع مختلف. أوكي. تماما. أوكي. زي بقول لك لان المباراه دي اللي بتعلم مع الناس. اللي الناس بتفضل فاكراها. لو كنت كويس هيقولوا كويس، لو غلطت هيقولوا غلطت. هيقولوا غلطت. يعني هتفضل معلمه طبعا يعني. معلمه جامد في طبعا في اي مع الجمهور لفترات الحقيقه كبيره. فطبعا اللعيبه الكبيره هتبقى يعني الخبرات اهدى شويه، وعشان كده دورهم مهم قوي في المباراه دي. انهم ازاي يحتووا اللعيبه اللي هي خبرات اقل شويه وصغيرين اللي منهم هيلعب يعني، ويحاولوا يعني يفهموهم طبعا ويتكلموا معاهم ان مباراه مهمه جدا جدا ممكن تفتح تاريخ بالنسبه لك مع الجمهور ومع الناس كلها. اللعيبه لازم تفهمهم ان المباراه دي اللي بيكسبها هو زي ما بكرر الاهدأ اعصابا، اللي متماسك وواثق في نفسه. طبعا الثقه بالنفس ما توصلش لابعد من كده، هي ثقه بالنفس وثقه في ادائك وثقه في
ان شاء الله المكسب بتوفيق ربنا. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان كولر طبعا يحط التشكيل المناسب للمباراه دي. وانا متاكد ان اي حد دلوقتي وهو ميزه النادي الاهلي دلوقتي ان الحقيقه كل اللعيبه مستوى واحد واي حد دلوقتي بينزل بيأدي. هو ليه انا حاسس يا كابتن ان يعني ان هناك اتجاه ما اعرفش صح ولا غلط، حضرتك قول لي انت اكيد بتتفرج على، بتتفرج على كل البرامج تقريبا وكل المحللين وكل حاجه تمام. لكن ليه انا شايف ان في اتجاه ان هم ان هناك البعض بيحاول يعلي فرقه يعني الزمالك عن اهلي مثلا، مش عارف ليه يعني يقول لك الزمالك كويس. طب ما هو ماشي، ما جماعه ده ما احنا ما قلناش حاجه، بس انا وجهه نظري ان الاهلي هو الافضل. بص يا اسلام بامانه، مش هل انت شايف ده صح انا ولا انا يمكن أنا متجني شايف مثلا؟ انا شايف ان انا النادي الاهلي اعلى في كل شيء، اعلى في كل شيء. مش انتوا دايما تقولوا لنا ماتشات اهلي وزمالك برضو ملهاش يعني اعلى وبتاع لكن ما تضمنهاش. صحيح، بس احنا بنتكلم على المعطيات. النادي الاهلي اعلى في كل حاجه، اقدم في التاريخ، اكثر شعبيه سواء في مصر او خارج مصر، اكثر بطولات، لعيبه خبرات كبيره، لعيبه ثلاث ارباعها منتخب مصر وكلهم وصلوا لنهائي دوري الابطال كتير، خبرات كمان كبيره بالظبط كده، لان هي النادي الاهلي احرز بطولات افريقيا كتير جدا جدا طبعا، اكثر يمكن يعني نادي القرن وعميد القاره في البطولات. واهم بطوله لعب كاس عالم للانديه، مدياله للعيبته اللي موجوده دي لعبت اكتر من مره صحيح. في كاس عالم الانديه، فمدينا خبرات ولعبوا بره مصر في مباريات رسميه اكتر كمان. فكل الكلام ده يعني كل الكلام ده بيدي للنادي الاهلي قوه وثقه بالنفس، معاهم مدرب بقاله فتره كبيره معاهم، عارف كل اللعيبه، مجهز الفريق كله الحقيقه، كل اللعيبه. احنا دلوقتي لو جينا نحط تشكيل مش هنعرف نحط تشكيل صحيح. لان كل اللعيبه رجلها في الملعب الا طبعا اذا كان في اصابات ولا حاجه. انا بقول ان يمكن فرقه النادي الاهلي يمكن فيها حوالي دلوقتي مثلا تقدر تتوقع مثلا ان في 7-8 معروفين واساسيين في الفرقه. يمكن التغيير هيبقى في حدود الاثنين او ثلاثه اللي هو دايما معودنا ان هو يعني يغير في حدود الاثنين ثلاثه يعني. فمن هنا طبعا شعبيه النادي الاهلي كبيره جدا جدا، هتلاقي حماس جماهيري طبعا كبير. هو لسه هيبقى بالمنتصف 12:30 12:30. التاريخ يا اسلام كمان في مباريات اهلي وزمالك دايما الاهلي بيبقى حتى لو المباريات اللي اتغلب فيها بيبقى احسن وبيحاول لغايه اخر لحظه وبيبقى يعني متسيد في كل حاجه. ممكن بقى مفيش توفيق معاه فبيتغلب، فدايما الاهلي يعني فنيا انا بشوفه اعلى، بينزل المباريات اللي زي دي كله ثقه وحماس ان هو عايز يكسب. يعني عايز يكسب. فزي ما بقول المباراه دي لها طابع خاص، والطابع الخاص اللي احنا بقالنا فتره من اول ما تقرر انها تتلعب في السعوديه والشحن شغال والناس طبعا على السوشيال ميديا. بس انا اتمنى لو هيئه الترفيه كمان هناك عاملين شغل رائع برضه. انا متاكد برضو يعني زي ما عملوا يعني زي ما كاس العالم للانديه اتعمل هناك، حاجه رائعه. شفنا تنظيم يعني هايل بالنسبه للكاس عالم الانديه. انا متاكد ان هيبقى تنظيم برضو غير عادي، المكافآت العالية كمان. المصريين يا كابتن وجودهم في الاستاد بيودينا في حتة تانية طبعا. مليون في المية. انت يعني المباراة كاس مصر بين اهلي وزمالك بنكهة سعودية صحيح. في الاجواء السعودية في التنظيم السعودي، وزاد على كده كمان الاحداث والتسويق للمباراة والمكافآت الكبيرة كمان اللي مرصودة للكسبان. حتى الخسران هياخد فلوس كبيرة، أحسن لعيب برجل المباراة هيبقى برضو واخد مبلغ، الجمهور نفسه، التوقعات، الناس اللي هتتوقع النتيجة برضو 30 خفيفة دي بحسبتنا احنا رقم يعني محترم. لا الحمد لله الدنيا تمام. فكل ده طبعا لازم يعلي الدنيا. بس أنا أتمنى طبعا في المقام الأول أن المباراة تطلع فنيا وأخلاقيا على مستوى الحدث الكبير ده. والله يا كابتن كل النجوم سواء اهلي او خلينا نتكلم هنا، كل النجوم اللي بيخشوا معانا واللي موجودين معانا دايما بيتكلموا على هذه النقطه. احنا طبعًا. عايزين يوم الجمعه ان شاء الله الاول، لان كل حاجه مهيئه لشكل مباراه رائع، وبالتالي من الناحيه الفنيه يعني طبعا، وبالتالي الناحيه السلوكيه كلكم يا جماعه اصدقاء وبتلعبوا مع بعض، فاحنا مش عايزين اي حاجه لا نخرج. وعايز اقول حاجه برضه، منتهى الحماس منتهى القوه، ولكن المباراه دي اول مباراه في العهد الجديد
بعد المبادره طبعا اوكي بتاعت زياره كابتن خطيب مجلس اداره بهنوا مجلس اداره الزمالك الجديد، فدي برضو بدايه كويسه لتهدئه الاجواء بين الاهلي طبعا والزمالك. انا كان نفسي بقى السوشيال ميديا كمان تبقى على المستوى ده. بص يعني اعتقد ان السوشيال ميديا كل واحد بيدلو بدلو، كل واحد بيحب يحفل على الفريق التاني، ده بس خلي بالك ده طبيعي يا كابتن، ده طبيعي. بس اللي مش طبيعي، طبيعي اللي مش طبيعي ان بين بقى مثلا يطلع لعيبه تتكلم المفروض انها لعبه كوره يعني. والله يا كابتن انها تتكلم بالشكل ده في البدايه، بتكلم بقول هم اربعه خمسه معروفين يعني، حضرتك بتتكلم على حد منهم طبعا، وانا معروفين هم طبعا اربعه خمسه طبعا ما بيعملوش اي حاجه في حياتي. يعني عندما تكون خارج خارج الدائره وفي الظل، اعتقد ان انت يجب ان تفعل اي شيء عشان ترجع للدائره تاني. فهو اي حاجه وخصوصا مش بالطريقه دي، مش بالاسلوب ده يعني. الناس اللي بتفهم، انا مش بدافع عنه طبعا، لا انا قصدي اقول لك انه هو عايز يعمل بس انا باكد الكلام ده ان انا ما اعملش اي حاجه يعني. انا مثلا ما بقاش عشان محتاج اسرق، عشان مش عارف ايه اضرب، عشان كذا، لا بالعكس. بالعكس الناس دلوقتي بتفرز الناس المحترمه اللي بتطلع حقيقي، وهم اللي بيعلموا مع الجمهور ومع المشاهدين. لا الناس اللي بتطلع تتكلم صح على سواء اهلي او زمالك، صحيح، لان الاثنين فرقتين كبار، ونادي الزمالك ده نادي كبير وصاحب بطولات وشعبيه كبيره طبعا. فمش انا القطب الثاني في كره القدم المصريه، انا مش هزود نفسي او اخلي الجمهور ان انا اطلع مثلا اغلط في الطرف الثاني، استحاله، لا يمكن. في ثوابت وفي حقائق وفي حاجات، والناس زي ما بقول لك بتعرف الناس دي بتطلع تتكلم ازاي. وقناه الاهلي عمرها في عز الازمه وفي عز المشاكل اللي كانت موجوده، وكان في خط معين هو خط النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، ودي مش شعارات. ارجعوا يا جماعه الحاجات دي، يعني نعمه الفيديوهات واليوتيوب والحاجات دي ما هي موجوده. فكان يعني دي حاجه ودي حاجه. فانا عايز اقول ان احنا لا يعني احنا عايزين حتى الطرف الثاني يلفظ الناس دي كمان، يعني هو اللي يتكلم عليهم او هو اللي يعني يرفض القصه دي، عشان احنا لازم نساعد بعضنا، عشان ده في الاخر بيعود على مصر، بيعود على الاجواء المصريه والرياضه المصريه والدوري المصري والكره المصريه والكلام ده كله. وخصوصا زي ما بقول لك ان احنا رايحين نلعب في السعوديه، فدي مهمه جدا جدا. يعني الالتزام انا متاكد ان كله هيبقى ملتزم، سواء اهلي او زمالك هيبقوا ملتزمين في الملعب، ناقص بقى اللي يدونا بقى صورة كويسة في الناحية الفنية، بيوروا الناس بقى الكرة المصرية. ويعني إذا ما كانش أهل وزمالك هيقدموا نموذج للكرة أو الفن للكرة المصرية، أمال مين اللي هيقدم؟ فدي مهمة جدا جدا، أن يعني إن شاء الله بإذن الله المباراة تطلع على المستوى الفني والأخلاقي نموذج. يعني من الناحية الفنية كيف ترى هذه المباراة؟ من الناحيه الفنيه طبعا النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، حاجه صغيره، سؤال صغير برضه، هو في ظل هذا الزخم، الزخم ده هيفرق في الناحيه الفنيه؟ بمعنى هل كل مدير فني هيكون له رؤيه مختلفه اطلاقا، يعني رؤيه مختلفه عشان الدنيا ومش عارف ايه ومسافرين وعاملين وجمهور وكذا، ولا كله في مرتب نفسه؟ انا شايف النادي الاهلي اتصرف بطبيعه جدا جدا، مسافر قبل الماتش، مسافر يوم الاربعاء والماتش الجمعه، صحيح، يعني ماتش بالنسبه له الترتيبات عاديه، لان السعوديه مش زي مثلا البلد الافريقيه اللي في اخر الدنيا عشان اسافر مثلا قبلها، لا ده انا مسافر قبلها بيوم، وطبعا المسافه قريبه والدنيا والاجواء زي ما بقول لك. النادي الاهلي لعب قبل كده في السعوديه لسه يعني من فتره قريبه، فطبيعي طبيعي بالنسبه له. الطرف الثاني مسافر من بدري، ده شانه، ده طبعا يعني هو كل واحد له مدرسه وله تفكير معين. اعتقد ان النادي الاهلي يمكن اكتر من الزمالك مر باجواء صعبة كتير، دي ممكن تديله خبرات في مثل هذه المباريات. صحيح زي ما قلت ان هو مباراة بطابع خاص، انما النادي الاهلي اكيد مركزين، الراجل دارس طبعا نادي الزمالك في المرحلة الاخيرة، لان الزمالك في المرحلة الاخيرة غير الزمالك وسوري، هو الفترة الاخيرة طبعا ابتدى طبعا كيرفو يبقى في الطالع ومؤدين مباريات كويسه، والمكاسب طبعا انت عارف المكسب بيجيب مكسب برضو تمام. بس انا مصر هو فعلا الكيرف طالع عن ما قبل جوميز طبعا. لا احنا طبعا دي مهمه جدا جدا، ان هو مرحله جديده زي ما قلت انها استنفار قدرات وطموحات نتيجه طبعا للمدير الفني الجديد، هي فهو احسن من السابق
العهد. دي طبعا هتدي له دفعه وعايز يكمل وعايز يبقى طبعا يكمل افريقيا ومكسب والنادي الاهلي ولا قدر الله مكسبه على النادي الاهلي بتدي له دفعه كبيره جدا في الفتره اللي جايه يبقى ماشي يعني. النادي الاهلي طبعا هو مباراه زمالك، مباراه محله، مباراه كذا كذا كذا، هو الاهلي ماشي في طريقه بيدخل كل مباراه مكسب، مفيش مباراه بيزود شويه عشان دي مباراه مهمه او مباراه كذا، لا. النادي الاهلي بيبقى منزل عارف هو بيعمل ايه، مرتب ترتيباته، الراجل خواجه طبعا المهام اللي بتاعت كل لعيب على حسب طبعا رؤيته، على حسب دراسته النادي الزمالك هو يحط طبعا تشكيله. زي ما انا قلت طبعا النادي الاهلي انا شايف نفسيا اهدأ، نفسيا اهدأ برغم الزخم اللي انت بتقول عليه، بس هو اهدأ ولان خد تجارب كبيره قوي ومعتركات كبيره قوي يعني. فهو كل اللي مطلوب من اللعيبه بس اللي هو التزام الهدوء، نعم، والحماس الزايد او المفرط نتيجه للجمهور وكده ما ياثرش على الاداء، يبقى اداء متناسب مع المباراه من البدايه. الحاجه اللي هتزود كمان يعني قدرات النادي الاهلي في المباراه دي انا اعتقد ان هي الاستحواذ، استحواذ النادي الاهلي دايما بيربك بيربك حساباتنا الزمالك يعني. من خلال المباريات اللي فاتت اهلي وزمالك تحس ان النادي الاهلي لما بيستحوذ بيعمل احباط لنادي الزمالك كبير قوي، النادي الاهلي بياخد الثقه وبيستحوذ بكره كتير بيقدر اساسا يوصل يعني. بما اننا بنتكلم عن هذه المواجهه فهي مواجهه سويسريه برتغاليه على اراضي سعوديه، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن حشيش، دايما السؤال اللي بيساله لي كثير من جمهور النادي الاهلي يقول لي هو ما هو احنا ممكن نحس ان لعيبتنا قد تكون مرهقه بسبب توالي المباريات خلال الشهر الاخير ما بين طبعا البطوله الافريقيه واللعيبه اللي بتلعب في المنتخبات تحديدا يعني. بما ان لعيبه النادي الاهلي هم الاكثر تواجدا مع المنتخب او مشاركه في البطولات كلها او مع المنتخب يعني، انما انا اعتقد ان الفرصه في الفتره دي ان المباراه اسبوع كامل بين المباراه دي والمباراه دي اسبوع كامل، فاعتقد ان هو يعني هيحصل استشفاء كويس قوي قوي. النادي الاهلي طبعا متعود على ضغط المباريات، فالمره دي لما يقعد اسبوع بين المباراه دي والمباراه دي هتدي له فرصه ان هو يعني يستعيد العافيه بتاعته، وهو كمان خلي بالك بدنيا معظم اللعيبه في حاله كويسه، اشتركوا في مباريات كتيره، بيشتركوا افريقيا ومحليا وخدوا على الاجواء كمان الافريقيه والحر والملاعب وكده، هم رايحين يلعبوا في جو تقريبا قريب من الجو في مصر والملاعب طبعا يعني الممتازه، فلا ما اعتقدش النادي الاهلي تاثر بالموضوع ده خالص، انا متاكد ان النادي الاهلي هيبقى يعني ان شاء الله بكامل قوته. وجهه نظرك الفنيه في الاختلاف ما بين زمالك اسوريو وزمالك اسوريو معتمد طبعا معتمد جمال وجوميز، يعني انا شايف ان كانت يعني معظم اللعيبه ما عندهاش الثقه في نفسها خلال فتره بتاع اسوريو نتيجه للنتائج، لان النتائج هي اللي بتدي ثقه للعيبه في المكسب والاداء. انما الفتره اسوريو الحقيقه كانت النتائج مش كويسه وده اثر على معظم اللعيبه. كمان خلي بالك انه في تدعيمات كتيره في انتقالات الشتويه بالنسبه لنادي الزمالك، في لعيبه جت جديده برضو لسه ما تاقلمتش مع فريق نادي الزمالك، يعني مدرب جديد ولعيبه جديده اكتر من لعيب موجود، فده طبعا يعني انا اعتقد انه ممكن هياثر. في لعيبه كانت بتلعب في النادي الاهلي وراحت نادي الزمالك، فممكن ده يبقى سلاح ذو حدين. اوكي، ان ممكن انت عارف دايما اللعيب لما بيلعب ضد نادي القديم ايا كان سابه ازاي يعني ما لناش دعوه بالقصه دي، فبيبقى متحمس زياده عن اللزوم، فالحماس ده ممكن يبقى سلاح ذو حدين، ممكن يبقى ايجابي او سلبي على حسب بقى قدره اللعيب، يعني عايز بقى يظهر باقصى حاجه عنده او عايز يظهر بمستوى عالي، فاعتقد ان دي ممكن انا اعتقد انها تبقى بالسلب شويه على فريق نادي الزمالك. نعم. النادي الاهلي زي ما بقول لك متكامل، سواء اللي موجودين اللي هيبقوا في الملعب او الدكه، انا اعتقد انها اقوى من دكه نادي الزمالك. نادي الزمالك انا في رايي برضو عنده نقط ايجابيه ونقط سلبيه،
او نقط قوه ونقط ضعف. انا شايف ان عنده مشكله في خط الدفاع. عنده مشاكل في قلبي الدفاع بيحاول يعني يحلها، والمسلوسي ممكن يخش جوه او يلعب هو وحسام عبد المجيد، يعني في عندهم مشاكل في الحته دي. عنده خط هجوم كويس بيوصلوا المرمى، عندهم مفاتيح لعب، عندهم يعني مهارات في بعض اللعيبة، بس أنا أعتقد النادي الأهلي ككرة جماعية أحسن من نادي الزمالك في الأونة الأخيرة. بيلعب كرة جماعية ما بيعتمدش على فرد، يعني مفاتيح النادي الأهلي مختلفة ومتعددة. تمام. عنده طرفين عندهم السرعة والمهارة والقوة وهدافين، رأس الحرب أيا كان مين اللي هيبقى موجود، عنده نص الملعب سواء نص الملعب المدافع اذا كان هيلعب مروان عطيه او نص الملعب المهاجم زي امام عاشور، هيبقى طبعا عنده من المهارات ومن الامكانيات. اسلوب النادي الاهلي في احراز الاهداف ما بقاش مرتبط بحاجه واحده، صحيح، ما بقاش مرتبط بالكره العرضيه ولا عن طريق الاختراق من قلب الملعب او الكور الثابته اللي بيوجدها النادي الاهلي سواء من ناحيه علي معلول بيلعبها من ناحيتين او الكور الثابته اللي من بره، يعني عنده اكتر من سلاح يقدر يلعب بيه. فزي انا بقول لك حتى كمان اعتقد انه في ثبات في التشكيل للنادي الاهلي. لو احنا حطينا مثلا دلوقتي مثلا لو هنتكلم على اللعيبه الموجوده هتلاقي تقريبا منهم حوالي 7 بيلعبوا على طول او الناس موجودين يعني. لو هنتكلم مثلا على ومش في حاجه مستخبيه طبعا، كلها يعني حاجات طبعا باينه للكل طبعا. مصطفى شوبير بمجهوده الكبير خلال الفترة اللي فاتت ان هو يثبت نفسه ولعب اكتر من مباراة ولعب زي ما انت بتقول النهائي ولعب مباريات الاخرانية مديله دفعة ان هو يعني ما شاء الله عنده مستوى ثابت وعالي، ومصطفى عنده شخصية وعنده ضبط نفس وعنده حاجات كتيرة قوي. طبعا المدافعين طبعا اذا كان علي معلول ولا محمد عبد المنعم ولا رامي ربيعه، الباك رايت طبعا هاني، فبتتكلم على خط ثابت. صحيح. لعبوا مع بعض كتير جدا جدا. نص الملعب مروان هيلعب طبعا كديفندر ثابت نمره 6. الاثنين اللي قدامه انا اعتقد في الماتش ده وانا برضه توقعات مش يعني معلومات خالص. طبعا هي توقعات شخصيه يعني. بالظبط. امام عاشور والسوليه هيلعبوا في الحته دي قدام بيرستاو وحسين الشحات. راس الحربه انا ما اعرفش مين اللي جاهز، وسام حصلت له اصابه ولا كويس ولا بكره كل حاجه او مودست يعني. فزي انا بقول لك هتلاقي 7 اساسيين موجودين يعني. الناس اللي بره لا تقل امكانيات عن اللعيبه اللي في الملعب. عندك كريم بره طبعا ما اعرفش مين اللي ممكن هيقعد على دكه الاحتياط، انما كل اللي موجودين اساسا رجلهم في الملعب. يعني رجلهم في الملعب. ويمكن المباريات اللي فاتت في ناس منهم بدات. صحيح. اساسيه. صحيح. فده بيدي افضليه للنادي الاهلي ويفضل بيدي قوه للنادي الاهلي. زي ما بقول لك الفيصل في المباراه دي وبكررها هي ضبط النفس والهدوء والثقه في المكسب والعمل على كده، انك لازم تطلع بالمباراه دي اهلي وزمالك وكاس، فكل ده لازم ابقى حاطط في دماغي انا كلعيب، مع طبعا الكلام الكتير اللي ممكن يبقى ما بين اللعيبه وخصوصا الخطوط كل خط مع بعضه، كباتن الفرقه الناس الكبار الناس اللي مرت بالظروف دي كتير لازم يتكلموا مع اللعيبه بحيث ان كله يبقى هادي مهيئ نفسه لان شاء الله المكسب يعني. حكم من البرازيل اندرسون دارونكو حدش يعني يفتح بقه معاه ده، خلي بالك شفت الصوره عامله ازاي دي. ما شاء الله ملوش حل، بيروح الجيم كتير ملوش حل وبيضرب تابلتس كتير. المهم حكم يعني جبت كابتن نصر قال لي ليس له تاريخ في كأس العالم، ولكن في النهايه حكم من الحكام اللي يعني اللي معروفين في امريكا اللاتينيه، وبالتالي هل من الممكن اهو زي ما حضراتكم شايفين كده ايه حاجه وتراي يعني حاجه جامده جدا. باي وتراي باي وتراي وسدر. بص ادي صوره العن بقى باللي فات بالظبط كده. طيب فبالتالي كيف ترى قياده هذا الحكم لهذه المباراه المهمه جدا؟ مليون في الميه طبعا هو جاي، طبعا هو ما يعرفش طبعا اهلي ولا زمالك، انما طبعا كلموه على اهميه المباراه وان دي كاس بلد مصر بتلعب في السعوديه. هشوف هو من اول ما هينزل طبعا الاهتمام بالمباراه. صحيح. فطبعا مباراه
كبيرة، هو يهم أنه يبقى على مستوى الحدث، فأكيد برضو لازم يعني هيبقى طبعا على، نأمل أنه هو يكون طبعا على المستوى المطلوب. وبعدين طبعا زي ما أنت قلت في البداية هو عنده كم كاميرات برة، فالفار ما فيش حاجة في الفار 44 في تلاقي كاميرا ما بين شعرك بالظبط كده يعني، يعني ما فيش حجة خالص في موضوع الفار. صحيح. ودي برضو بتسهل على الحكام لما يكون فيه فار وعلى مستوى عالي وهيجيب له كوره من كور من جميع الزوايا، فدي برضه هتساعده. المهم هو يسمع القرار، المهم يسمع طبعا الفار، ومش عيب ان انا اروح للفار واشوف واتاكد، لان دي مباراه فاينل، فلازم ابقى قراري متاكد منه، حتى لو خدت قرار لازم اتاكد اذا كان صح او غلط. فدي اعتقد هتدي له يعني ان شاء الله باذن الله اداء يناسب هذه المباراه واهميه هذه المباراه. ليه من امريكا اللاتينيه؟ يعني ليه ما رحتش للبرازيل، سوري، ليه ما رحتش لاسبانيا، ما رحتش لانجلترا، ما رحتش لايطاليا، ما رحتش لهولندا؟ والله احنا توقعنا ايرلندا المارتشيني واحد من الحكام الكبار، توقعنا ان يكون حكم بيلعب في دوريات من الدوريات الكبيره. أوكي. دي لان برضو المباراه مش ده قبل ما يجي من البرازيل مشوار بالظبط، مشوار ما جاش على تعبه يعني، يجي يلعب 95 دقيقه ويروح يعني. ما تعرفش طبعا ظروف، احنا ما نعرفش طبعا ظروف الاختيار ده ايه، انما طبعا يعني نتمنى اكيد برضه هو اكيد يعني حكم كويس، بدليل ان طبعا هم فكروا ان هو يجيبوا حكم زي ده، فاكيد يعني ان شاء الله يطلع على المستوى المطلوب. يعني ابرز النقاط اللي لازم كولر ياخد باله منها في الماتش اللي جاي، مباراه طبعا فاينل بيبقى لها حسابات، غير طبعا المباريات اللي هي دور اول ودور ثاني. صحيح. في الدوري عادي طبعا بيبقى لها حسابات اخرى، دي مباراه بيبقى كمان مباراه اهلي وزمالك بيبقى فيها تعويض يعني صعب، والفريق اللي بيحرز هدف بيسبب مشاكل كبيره جدا جدا للفرقه الثانيه، بيبقى في نوع من الاحباط طبعا، وبيبقى في نوع من يعني برضو اللعيبه بتبقى ملخبطه اهلي وزمالك، وتجيب هدف بيدي ثقه قوي للفرقه اللي بتجيب هدف في الاول انها تمتلك المباراه وتاكد او تدعم المكسب بتاعها. فالحرص مطلوب جدا جدا، لازم يبقى في توازن بين الدفاع والهجوم، دي مهمه جدا جدا. انا ما اعرفش هو هيلعب بانهي طريقه، او هيلعب ضاغط، او هيلعب كذا، بس انا اتمنى برضو، ده تمنيات مش يعني معلومات او اي حاجه. في ماتشات اهلي وزمالك اللي بيضغط من البدايه وبيبقى نازل بيخوف الفرقه الثانيه بقدراته وبيضغط عليها، وبالذات النادي الاهلي بيبقى ضاغط على نادي الزمالك، اعتقد ان الاهلي بدنيا وفنيا والسرعات اللي عنده تؤهله انه يعمل الكلام ده، يضغط على نادي الزمالك. وزي ما بقول لك ان نادي الزمالك عنده مشكله في خط الظهر، فالنادي الزمالك لو هيبتدي يلعب من تحت والنادي الاهلي ضغط عليه هيستغل الكلام ده، في ممكن تحصل اخطاء ممكن يسجل منها في البدايه. طيب يعني هل كده من الممكن ان ترى الزمالك هو اللي واقف وبيعتمد على الهجمات المرتده؟ وارد ان الزمالك يعمل كده، لان زي ما بقول لك انه مع ضغط النادي الاهلي من البدايه امكانيات لعيبه الزمالك في خط الظهر مش من النوع اللي بتبني هجمه، وخصوصا لما يكون حد ضغط عليها والنادي الاهلي هو بيلعب كده. بس هل هيلعب كده مع النادي الاهلي؟ ما هو انت تلعب لما تلعب كده مع اي فرقه من الفرق اللي في الكونفدراليه يعني او في الدوري تعدي. المحلي تعدي تمشي معاك، انما صعب. النادي الاهلي صعب. طيب رسالتك بقى يا كابتن في النهايه للاعيبه النادي الاهلي، زي ما بقول لك اهم حاجه ولعيبه الزمالك برضه طبعا طبعا الالتزام بالروح الرياضيه، ودي اهم حاجه عندي يعني، المكسب كل والخساره دي يعني سواء هنا او هنا مكسب يعني. وارد والخساره وارده، لازم في يعني نشوف نموذج فعلا للتعامل بالذات في الكور المشتركه وفي الاحتكاكات، محدش ينساق ورا حاجه من الحاجات اللي ممكن تحصل، حتى عصبيات يعني نرفزه الملعب والحاجات دي بتعدي يعني. بتعدي، لازم تعدي عشان كمان انت تقدر تلعب، لان اللعيب اللي بيفقد اعصابه في الملعب حتى وان كان نجم كبير ما بيعرفش يلعب. فالثقه في النفس والثقه في فرقتك وادائك الجماعي والمكاسب بتاعتك وتفوقك على نادي الزمالك في حاجات كتير، هو ده يبقى مفتاحك ليه ان شاء الله المكسب بتوفيق ربنا يعني. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودك معنا. وانا ان شاء الله، انا يعني المره دي ان شاء الله يعني ان شاء الله متفائل بمكسب ومكسب كويس ان شاء الله للنادي الاهلي. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا ويستطيع ان يفوز النادي الاهلي في هذه المباراه المهمه والصعبه، وان شاء الله اللي تبقى من الناحيه الفنيه على قد المستوى لكل صحيح. الناس الحقيقه، ومن الناحيه السلوكيه كمان تبقى على المستوى اللي احنا كلنا بنأمله في هذه المباراه.
شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محمد حشيش. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل الاساتذه الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد القوصي في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الكبار الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ كله تمام ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله كله تمام. الاستاذ محمد القوصي، ازيك يا استاذ محمد؟ انا كابتن، مشرفين ومنورين. نورك يا كابتن. استاذ عصام، خليني ابدا مع حضرتك، تقييم بقى للاجواء المصاحبه لنهائي كاس مصر، هذه البطوله الكبيره والعريقه. طبعا الاراضي السعوديه اجواء الحقيقه كلنا سعداء بيها، اجواء كمان يعني لازم نشكر عليها المنظمين والاشقاء في المملكه. حقيقي ادونا يعني ما نستحقه بكل حب، وقالوا ان ده الكلاسيكو الاكبر والاهم تاريخيا، وقالوا كمان انه كاس مصر البطوله الاعرق عربيا وقاريا. مشكورين في حاله الحب واستنفار كل جهودهم الحقيقه لإخراج يعني نهائي، ده لازم نقول عليه نهائي القرن يعني، وكاس مصر بنهائي القرن المحلي يعني بين الأهلي والزمالك، وبالتالي أجواء أعتقد أنها احتفالية. يكفي أن يعلن يعني السيد تركي آل الشيخ أنه في وجود تنظيم من الشركة اللي هي ذات تذكرتي مؤسستنا الوطنية العظيمة، 1,200,000 دخلوا في دقائق الأولى قبل ما النظام يعني ينزل وابو داون تاني، ثم حتى ما كتبوا الخاص يجيله يعني 400,000 وحاجه دعوات من ناس محتاجه يعني مجاملات يعني. الحقيقه الاستعداد على قدم وساق، وكمان الزمالك وقد ذهب الى هناك، الاهلي يستعد في ساعاته الاخيره في القاهره يعني قبل الذهاب. لا، الكل شايف وحاسس ان هناك حيث يعني ما يسمى موسم الرياض، خط نهاية لموسم السنة دي يعني، هيكون بطعم مختلف، هيكون بطعم فيه قوة ناعمة عربية باعتبار أن المنظم سعودي، وأن يعني فرساي الرهان مصريين، الكل كليلة عرب في عرب. يبقى بقى توفيق ربنا أن لاعبي الفريقين يقدموا وجبة تستحقها الكرة المصرية. حقيقي. أنا واثق أن ده بإذن الله من الناحية الفنية، اللاعبين من الناحية الفنية طبعا، والنتائج بقى تبقى يعني معلقة بالاجتهاد، والاجتهاد يعني ليس عيبا يعني. لا طبعا. لأنه في الآخر دي حاجة ملهاش دعوة بالاحتفاليات، ليها دعوة بحجم الجهد المبذول، وأتصور أنه في النادي الأهلي الكل كليلة يعني يلعب، على أنه حتى مسألة اللي هو أحسن لاعب دي علمت يعني بلغة الصحافة أن اللاعبين على الكابتن خالد بيبو الكل كليلة قال أنه لو قدر أنه يبقى أحسن لاعب فيكون فريق النادي الأهلي، ما يكونش لاعب يعني بعينه يعني. وده إحساس دائم يعني التواجد في صفوف الأحمر الأهلاوي. تبقى بقى دعواتنا أنه يوفق الناس اللي بذلوا كل هذا الجهد، واللي محدش بيصدق أنه لعب 27 ماتش بينما الآخرين لعب 14، وكأنه 27 ماتش دول ما كانوش في بطولات رسمية يعني، كانوا حاجات سرية. والدوري بس البطولة الرسمية بالظبط يعني إيه، علشان بس للإنصاف كل هذا الجهد من كل القطاعات، بدءا من مجلس إدارة حتى السفر للمناسبات يكون بالدور، وليس لا بأقدمية العضوية ولا حتى بنجومية النجوم ولا بأي شيء، بأنك ترسي في مؤسسة اسمها النادي الأهلي. أستاذ محمد، عايز حضرتك عن الانعكاس المنشود الحقيقة من الناحية الاقتصادية، من الناحية الترويجية لمثل هذه المباراة، عن وانعكاسها داخل المملكة العربية السعودية وهنا في مصر خلال الفترة القادمة طبعا. الحقيقة ان احنا امام يعني نهائي استثنائي، استثنائي غير مسبوق، لم يكن بهذا الشكل استثنائي، لانه بره مصر لاول مرة من سنة 1927، اول بطولة لكأس مصر كانت 27-28 كانت انطلقت لاول مرة هذه البطولة تخرج، فده يبقى حدث استثنائي غير مسبوق، استثنائي في جوائز المالية، لاول مرة بنشوف جوائز مالية بهذا القدر وهذا الحجم لنهائي كأس مصر، وده مردود اقتصادي عظيم سواء على الاندية انك انت بتلعب في بطولة مجموع جوائزها لو فزت بالبطوله تقريبا يصل الى $1,000,000، اعتقد رقم مهم جدا يدخل خزينه البطل، الوصيف تقريبا مش اقل من $500,000، جائزه كمان لافضل لاعب، جائزه افضل لاعب $50,000،
جوائز للجمهور كمان، ده غير جوائز للجمهور اللي تصل ل 60,000 دولار، عوائد اقتصاديه عظيمه جدا على الانديه وعلى الجماهير بشكل غير مسبوق. الحدث نفسه في الملعب نفسه اللي قام فيه المباراه بشكل غير مختلف، البث التلفزيوني والنقل التلفزيوني ب 40 كاميرا مثلا، يعني احنا وكاننا 40 كاميرا وكاننا امام نهائي كاس عالم في الاهتمام وفي من قبل المنظمين الحقيقه. حاجه محترمه جدا وحاجه قيمه جدا. نتمنى ان البطوله تخرج بالمستوى ده، يكون اللي جوه الملعب المحتوى بقى الاساس اللي احنا بنعمل عليه كل ده مستنينه. ايوه انا عايزين الكواليتي اللي في الملعب ده ويكون ان شاء الله على نفس القدر، وانا بتوقع ان ده تكون مباراه كبيره جدا. دايما مباريات الاهلي والزمالك بغض النظر عن الفوارق اللي بتكون بين الفريقين قبل المباراه او وضعيه الفريقين في جدول الدوري اللي هم تقريبا المسابقه المحليه او على المستوى الافريقي بشكل عام، يعني الاهلي والزمالك او كواليتي اللعيبه، دايما مباراه الاهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، مستوى خاص، لان انت عارف الاهلي والزمالك جزء من ثقافة الشعب المصري، جزء من نسيج الشعب المصري، جزء من الفلكلور دايما موجود، لا حديث يعلو على مباراة الأهلي والزمالك. حتى في الرياض يمكن تواصلي مع أخوة أشقاء صحفيين إعلاميين سعوديين هناك أو مصريين مقيمين هناك، هناك اهتمام كبير جدا في الرياض لا يقل عن الاهتمام الموجود في مصر بهذه المباراة، يتسألون عن الأهلي وعن الزمالك وعن النجوم وعن الحاضر وعن الغاب، متابعة مهمة جدا ومتابعة قوية جدا. أعتقد أن هيكون نهائي استثنائي، نهائي مختلف، نتمنى إن شاء الله أن يخرج بشكل يليق بينا، شكل فني، بدني، اخلاقي، سلوكي، شكل جماهير في المدرجات. اعتقد ان لو عندنا مدرج يسع 200,000 اعتقد التذاكر برضو كانت هتنفذ في نفس الوقت. صحيح. فطبعا يعني فوائد كثيره جدا وقيم كبيره جدا وتجربه جديده جدا، اتمنى ان يعني يتحقق لها النجاح الكامل، وان شاء الله يتحقق لها النجاح. يعني استاذ عصام، منتجنا هو البطل طبعا، الاهلي والزمالك هم الابطال في هذه المنظومة الاستثمارية الرياضية الكبيرة طبعا في المملكة. المملكة بدأت خطوات واسعة خلال الفترة السابقة، ولكن كيف يستفيد الأهلي والزمالك وكيف تستفيد كرة القدم المصرية من اللي احنا بنشوفه في ظل ان انت البطل؟ يعني انت كل اللي بيحصل ده الله عليك، وانت صاحب النهى وانت صاحب المنتج ده كده. اللي هو بدونك زي ما ساعات نقول على التحكيم مجازا، بدون حكم مفيش مباراة. انت بدون الأهلي لن تحدث كل هذه لن يحدث كل هذا الامر، ولن يكون هناك تسويق، ولن يكون هناك منتج، ولن يكون هناك ترويج. لا. مش في السعودية، من الطبيعي ان تجد، من الطبيعي ان تجد في اي مباراة النصر والهلال مثل هذه المباراة. ما هو ده، ما هي هي، ولكن ان انت تجيب في ايوه لانه في عمق بقى، عمق تاريخي. أيوة. وده اللي كنا لما بنقول وبنسمح لبعض الزملاء من الصحفيين، بس الصحفيين اللي بجد العرب بيخف دمهم وكذا، انه يقول لا يا عم التاريخ ما بقاش عندنا، لانه هو راجل لطيف وكنا بنسمح له بده، لكن هو يقينا عارف ان القيمة التاريخية بتبقى بابعاد، طالما الحاضر كمان عفوا لصالح هذا الوطن الكبير مصر في كل مناحي الحياة، لازم تستمر حالة الاستثمار. نستفيد ازاي بقى؟ عشان نستفيد لازم يطلقوا فكر استثماري زي ما قلنا على شركاتنا الوطنية، سواء في تطوير حجز التذاكر وشركة تذكرتي، أمن الملاعب وبقى في دراسات وشركتين ثلاثة، أيضا التصوير الجديد مع يعني الكانات التي خرجت وتلفزيونها أو قنواتها. لازم بقى اللي بيدير الكوره نفسه يبدا يستفيد، لان هو غالي الايد. الاهلي والزمالك لا يستطيعوا بيع حقوقهم بنفسهم، والاهلي تحديدا اللي دايما بياكل نتاج عرق يعني جبينه وما يقدمه نجومه ومفكرينه اللي هي المؤسسه حيث مجلس ادارته. وبالتالي هنا هنعرف كده سريعا على ما يسمى برابطه الانديه التي كادت ان تولد مع الكابتن حسن حمدي، ربنا يديله الصحة، والاستاذ ممدوح عباس. ومناسبة النهاردة عيد ميلاد كابتن حسن حمدي، كل سنة وهو طيب. لسه هقول لك لازم نقول له كل سنة وهو طيب، مناسبة سعيدة جدا على كل ليه؟ لأن وقتها لو حضرتك فاكر كابتن والاستاذ أوسي أكيد كان متابع، إنه كانوا حاطين النواة عشان تأتي رابطة تعظم حجم الاستفادات وتطرح على الأندية أن تقدم ما لديها من أفكار. كيف يمكن أن يلعب نهائي مثلا مباراة
على كأس مصر حتى لو لم يكن الأهلي والزمالك. لكن لما تيجي بقى على النادي الأهلي تحديدا لابد ليه أن يكون عنده ماتشات يمكنه فيها زي ما الأستاذ موسى قال يفتح المدرجات لأعماقها. طب ده يحتاج إيه؟ يحتاج المسؤولين عن الرابطة يضعوا نظام زي ما الأهلي راح ورقة عمل، ومشكورين طبعا المسؤولين في الدولة وافقوا لما فتحوا له المدرجات على امتدادها في الموسم الأفريقي الماضي. لازم نحدث البنية التحتية دي علشان النادي الذي يأكل به ثمار ما يقدمه من منتج للاقتصاد المحلي، وده مش كلام إنشا، لازم نفتح له زاوية الكاميرا علشان يمد إيد إدارته مع إدارات الكرة المصرية نفسها اللي هو خمسة شارع الجبلاية وتشكيل رابطة، ومن ثم يبدأ هذا الاقتصاد والصناعة. اللي لما بنقول كده هنا دايما وحضرتك فاكر يفكرونا بننظر، لا احنا مش بننظر، هنقول الحقيقة. هذا هو المنتج حيث أشقاء لديهم مسوقون. يعني الأسبوع اللي جاي ده، لأنه الحقيقة هذا السؤال أنا وجهة نظري إن هو سؤال مهم جدا وقد يستغرق الحلقة كلها، يعني مش وقته النهاردة، الأسبوع الجاي إن شاء الله نبقى نتكلم فيه. لأنه هل بدأت الانتخابات في اتحاد كرة القدم أو ولا لا؟ بدأت. طيب هل بدأت الانتخابات في اتحاد كرة القدم؟ يعني لسه لسه شوية، مش قوي. أيوة مش قوي يعني. ماشي. أنا بس حبيت إن أنا إيه يعني، لأنه الأسبوع اللي جاي لازم هتكلم في هذا الأمر، لأنه ده موضوع مهم جدا، موضوع في منتهى 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 الخطورة. يعني وعندنا كل واحد فينا عنده كلام يعني مش قد كده، قد يعني نقول كلام في كتير، ولكن الحقيقة أهمية المباراة الأهلي والزمالك بتطغى على كل هذه الأمور في خلال هذه الفترة. أستاذ محمد، التجربة السعودية وما يحدث في السعودية، ثم انتقال الشكل أو الأبطال نهائي ونهائي كأس مصر إلى المملكة، هل أنت شايف أن هذه الأمور كلها قد تزيد وتدفع للاستثمار الرياضي أكتر في مصر خلال داخل مصر بقى خلال الفترة القادمة؟ طبعا مهم جدا، مهم أنك تستثمر العناصر اللي عندك، لأنك أنت عندك منتج مهم ومنتج قوي ومنتج محترم ومنتج ليه جماهير في أي مكان. أي مكان هو ده يعني، بص أرقام يعني أنت يعني المنتج ده في أي مكان في المنطقة اللي حواليك دي كلها تقدر المنتج بتاعك يتسوق ويكون ليه ال- 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 الزبون بتاعه ويكون ليه اللي عايز يتفرج عليه ويكون ليه اللي يعشق ان هو يكون موجود في الحدث ده ويكون متواجد. فعلينا ان احنا يعني ده هيرجعنا غصب عننا عن اتحاد الكوره اللي هيجي، اللي هو المفروض يعمل لك منظومه كرويه مناسبه ومحترمه تدير هذه المسابقه وتدير ال- 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 هذا الكم من اللاعبين ومن الاداريين وهذه اللعبه كلها بشكل جيد وشكل يناسب مصر ويليق بمصر، تبقى حاجه قيمه وحاجه عظيمه. فانت تقدر تسوق، تقدر تسوق للمنتج بتاعك، تقدر تقدمه بصوره شيك وصوره محترمه بعوده جماهير كامله لمدرجاتك، انتظام في جدول الدوري المسابقه بتاعتك بشكل قوي جدا، اهتمام بالمسابقه وتطويرها بشكل يليق بيها، الدخول فعلا انا من اكبر مؤيدين للموسم الاستثنائي عشان نقدر نمشي مع العالم. ما هو مش معقول يا كابتن ان احنا كل سنه نقعد نجري ورا العالم بثلاث شهور، لان العالم كله بقى مرتبط دلوقتي. احتمال السنه دي بثلاث شهور ونص مشكله اكتر. يعني الناس بتخلص في مايو، احنا بنخلص في 8 ونص. 8 ونص فعمليه صعبه جدا. فنتمنى ان ده ينظبط وده حد يحط نظام ويتفرد علشان المصلحه العامه، يعني محدش يعترض عليه. ياما اتكلمنا في هذا الامر، قلنا كيف لازم، كيف يمكن فرض، لا يمكن نخرج. الفرض ما هو انت هتفرض على 18 نادي ازاي؟ انا مش هفرض، بس ان المصلحه العامه بتقتضي ايه؟ تقتضي ان نخلص من الوضعيه اللي انا فيها دي يا كابتن، لان الوضعيه اللي فيها بقت رخمه جدا. انا مع حضرتك، وبقت بقت متعبه جدا وبقت مجهده جدا. يعني دلوقتي احنا مرتبطين بالعالم في اليوم العالمي للفيفا، مرتبطين في البطولات القاريه، مرتبطين في البطولات العالميه، مرتبطين في كاس العالم. السنه الجايه عندك كاس عالم انديه وكاس الامم الافريقيه شهر وشهر الاثنين، فانت مرتبط باحداث عالميه فلازم تمشي مع العالم خطوه خطوه. لكن احنا نمشي ورا العالم بثلاث شهور ونص، اعتقد ان ده امر لا يليق. عشان تستثمر إدارة. ما بقول لك عشان تستثمر وتشتغل صح يبقى عندك اداره قويه واداره منظمه، وبلا اداره لن يكون هناك استثمار ولن يكون هناك افكار. لازم يكون عندك افكار خارج الصندوق وتقدر تعمل حاجات كبيره جدا. يعني ادي كاس مصر اللي بيطلع لاول مره من مصر جوايزه $1,000,000. تخيل ان كاس مصر من ساعه 28 لغايه دلوقتي جوايزه في مصر ما تعادلش 150,000 جنيه، مع ان دي ما تجيش مكافاه لاعب واحد في المباراه. هل ده يعقل؟ طب ما انا اعمل مباراه، ده انا لو عملتها هنا وسوقتها وجمهوري وبث تلفزيوني اقدر اعطي بال 20 و 30 مليون جنيه. لابد يكون في تحركات. حتى الدوري يا كابتن، يعني الدوري، ما هي الجائزه الماليه للدوري المصري؟ الجائزه الدوري ان هي بتهن لدوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه؟ ايه الجائزه الماليه اللي انا باخدها بعد ما اخلص البطوله زي كل الدورات اللي موجوده في العالم؟
لا توجد جاهزه حتى الاهلي للدوري المصري. فمحتاجين عشان نعمل استثمارات ناس تتحرك بشكل قوي، لان العالم بيتغير حوالينا بشكل سريع جدا، فلازم نطور من نفسنا بشكل اسرع. يعني هي الموضوع في الاداره هيحتاج ده ليه؟ لانه وانتم بتتناقشوا قلتوا طب ومن الذي سيوافق؟ ما هو اللي مش هيوافق ده لانه هو عايش على الحته بتاعت يبيع لاعب بكام، وهو ما حدش ساله اصلا دخلت انت كام وجالك زبون يشتري ولا لا. الاهم هو ليه الكابتن حسام حسن طلب ايام زياده؟ لانه مش مقتنع ان كل المدربين لديهم في سيستم التدريب من الاخر كده، وانا مسؤول عن كلامي معد بدني وكذا وكذا وكذا، او بيقوموا بكشوفات دوريه. وبالتالي لو انت بقى في التراخيص الانديه في طور المدربين لما يروح يعمل دراسات ولازم تفرض سنويا دراسات، كنت انت لازم تقول له 72 ساعه في الاجنده الدوليه، 48 ساعه في الاجنده الافريقيه، مش عارف 14 ساعه في الاجنده الجزاويه، تبدا تحط النظام العالمي، مش نقعد عشان نفتكس نظام. تخيل انت هتلاقي ساعتها وقت تعمل دوري باي نموذج يخرجك من موسم، ويكون بعدها الانطلاق نحو تقليل اول يعني اثنين من جدول البريمير عشان يقل شويه. انت ساعتها تخيل انت ان نهايه كاس مصر الموسم القادم يكون في قاهره المعز، ويكون هيئه تنشيط السياحه، الفنادق، الكل كليله من رجال اعمال واصحاب المنتجات يعلنوا باكجات تتعمل، اللي عايز يجي 24 ساعه يجي، اللي عايز يجي 48 ساعه. تخيل انك لما تلاقي وقت فتعمل بطوله مصر والسعوديه، كاس مصر والسعوديه، وتلاقي بقى كبريات الانديه هنا وهنا، ثم واحده زيها عربيا مع الاشقاء في الامارات او قطر او 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 واتفر. تخيل الاوقات دي كيف ستستثمر؟ كيف ستعلن عن لاعبك وعن مدربك اللي ما بقاش بيروح الخليج؟ كلهم حوالين تورتايه واحده، لان لا حد بيراجع رخصه ولا حد بيقول معاهم جديد ولا لا. ده قصه ثانيه. ما هو ده، ما هي دي بدايه النظام. انا مش قصدي اشخاص، انا لسه كنت السؤال اللي جاي كنت هسالك اقول لك ايه؟ اقول لك انه الاستثمار في العنصر البشري هو اللي وصل ان انت الناس كلها عايزه تطلب اهلي وزمالك يلعبوا بره. اشكرك، هو ده. اذا طول ما ده واقف حجر عسره، عشان كده فكره ان احنا نفتح ملف الانتخابات، احنا مش هنسيب حد يجي تاني الانتخابات دي عشان يقول لنا احنا الخمسه دول هيبقوا اتحاد الكوره. ايه؟ لا 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 لا، انت جاي تعمل انت وايه هنا؟ انتوا معاكوا ورق ترجمتوه زي اتحادات الدنيا، زي ما الاستاذ اوسي قال، انتوا هتمشوا على المنظومات العالميه، احنا ليه بنتخلف لو هو لازم تمشي على هو ما انا بقول لك لازم. كلام الاستاذ اوسي قاله هو كلام يعني رساله مهمه جدا لكل اعضاء مجلس اداره الاتحاد. احنا فعلا متخلفين عن الركب بثلاث شهور ونص. احنا مش شايفينه يا كابتن، احنا بس ثلاث شهور ونص. انا بقول لك ان ده معنى كده ان في منظار او حاجه. مفيش، احنا مش شايفينه خالص، الا ربك بقى بيسترها ان عندنا النادي الاهلي ثم الزمالك وهكذا. كنت بتكلم مع احد المدربين الكبار والعظام في العالم يعني بالصدفه. المهم فبقول له احنا الدوري ومش الدوري يعني بحاول افهم منه هي ليه الامور هناك في اوروبا ماشيه بوتيره واحده وما بتتغيرش. يعني ما فيش مثلا ايه يعني انا بيقول لك السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها الدنيا ماشيه ازاي في كل الدوريات في اوروبا؟ مش مظبوط. ليها مواعيد يا كابتن، ليها مواعيد ولا كل حاجه. يعني بيقول لي ولا حاجه. احنا عشان كده انا حطيت السؤال ده، اشتغلنا على العنصر البشري بشكل كبير جدا عشان نقدر نوصل وعندنا اداره كما انت قلت بقى اداره قادره على فرض ها الامور الخاصه بكل ال 18 ولا 20 ولا 16 نادي اللي موجودين، ان انا ازاي اكسب او اكسب الانديه دي. فالانديه معاك بالظبط، فالانديه معاك، انا بكسبك، فانا بوديك بلاعبك في الدوري الاوروبي فبكسبك، فبلاعبك في الدوري في دوري ابطال اوروبا فبكسبك فلوس. لا، والنظام عامل وملايين بقى ياخذ باول حاجه مراقبة اللعب المالي النظيف. لا دي بقى لو ما عندوش غير انه يسمع الكلام عشان اكسبك هيسمع الكلام. صحيح. لكن لما تبقى بلا رقابة وتقول لي بقى ازاي، اقول لك ايه؟ ما اعرفكش. صحيح. هنا دي بقى دور مهم للي عايز يجي في انتخابات، وانا بشرك في كتير هيحصل قبل الانتخابات المقبلة، في برامج هتطرح مش عشان الناس تنزل بيها، لكن عشان ده النموذج اللي في الجمهورية الجديدة في مصر الجديدة مع منتجنا اللي مشرفنا، واخرها هذا التعاون المثمر بين مصر والسعودية في مناحي كثيرة، لكن اهمها قوتنا الناعمة. هتشوف كلام مختلف، ومحدش هيروح الا ده في واحد رئيس اتحاد الكرة دلوقتي بيقولوا الانتخابات اللي جاية تعمل ايه؟ قال لهم ارشح فلان. ازاي يعني؟
يا عم قول احنا عندنا خطط هنكملها وبعد كده نيجي يجي يعني غريبه كده يعني ده كده على 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 الهامش يعني على هامش السيره على هامش السيره. طيب هنكمل كلامنا ولكن بعد هذا الفاصل نرجع نتكلم مع الاستاذ عصام والاستاذ محمد الأوسي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جالي طلب الحقيقه من الاستاذ عصام والاستاذ محمد الأوسي ان احنا نتكلم عن التحكيم، فلازم الاول هسالكم السؤال ده مباشره. ايه رايك يا استاذ محمد في الحقيقه الملف ده؟ ملف مهم جدا وملف دايما بيتفتح في ماتشات الاهلي والزمالك. طبعًا. الحكم المصري ولا الحكم الاجنبي؟ بص سمير على طول في ثانيه اتحاد الكره الوحش الوحش الحكم المرعب، اقوى حكم في العالم. بص عضلات عامله ازاي. المهم يكون اقوى حكم في العالم في الملعب. لا في الملعب بيقول عليه طبقا للمعلومات اللي جايه عنه من البرازيل مميز جدا يعني وقوي. طيب يعني طيب يا مساعد والقوه تحمل حق طبعا اتحاد الكره مر بينا بمرحلتين. بقى المرحله الاولانيه هو المرحله العنطريه الاوليه، وهو ان اللي هيدير المباراه حكم مصري واتفقوا على كده وكلموا الحكم المصري واتفقوا معاه، كان الكابتن محمد معروف وكل حاجه منتهيه وتم الاختيار على الحكم والمساعدين والطاقم وطارق مجدي والفار وكل حاجه تمام يعني. ولكن بعد كده الفار لعب مش الفار الثاني، الفار ده بقى الفار ده الفار الحقيقي الفار بتاعنا لعب في لعب اتحاد الكره وخافوا من حدوث ازمه، وفي الحاله دي تحصل موضوع كارثي كبير جدا وتحصل مشكله كبيره جدا يعني قد يدفعوا هم ثمنها قبل اي حد. فقال لك نريح دماغنا ونجيب الحكم الاجنبي. انا شخصيا من مؤيدي الحكم الاجنبي. ماتش الاهلي والزمالك تحديدا في ناس كتير ماتش الاهلي والزمالك تحديدا لما فيه من حساسيه ولما فيه من صعوبات ولما فيه من ضغوط كبيره جدا الحكم الاجنبي، وهذا لا يقلل يعمل بيه لحمايه الحكم المصري وهذا لا يقلل من الحكم المصري. يعني احنا كنت هتحط يا معروف يا امين عمر والاثنين مرشحين لكاس العالم، ماذا لو احدهما اخطا في هذه المباراه وحصلت مشكله؟ انت بتدمره قبل ما يروح كاس العالم وبتاثر عليه حتى في تقييماته. لذلك كان التراجع في القرار شيء جيد يشكر عليه اتحاد الكره لانه اراح واستراح، خصوصا ان اخوان الزكويه كانوا يعني يرفضون تمام الحكم المصري. خلاص هات حكم، ما كل ماتشات القمه بتتلعب بحكم اجنبي لان قرارات لا كرامه دايما. كان في قرار رئيس وزراء الاسبق دكتور جنجوري رحمه الله ان يزال ولم يلغى على فكره قانونيا يعني. واتمنى الا يلغى لان هذه المباراه لها خصوصيه، مهما كانت لو بتلعب مباراه وديه اهلي وزمالك هتلاقي حكم اجنبي. وريح دماغك وريح نفسك وسيب الحكم المصري، حمايه الحكم المصري احفظها على الحكم المصري. دايما بتشكك في النهايه في النوايا يعني، ممكن الحكم يقدم مباراه كويسه وغلطه قد كده تبوظ الدنيا، ممكن ياخد قرار صح ولا يقبل، لكن الحكم الاجنبي لو خد قرار غلط الناس هتبقى مبسوطه وتبقى زي الفل وما فيش اي مشكله جدا وعادي جدا يعني. صفر حكم خلاص. يبقى احنا ريحنا نفسنا، قرار سليم 100%، قرار محترم جدا. لو جبت حكم اجنبي من بلاد الواق واق وادار المباراه واقل من الحكام 100% الناس هتقبل قراراته. فعلينا ان نلتزم وننضبط بالحكم الاجنبي اللي هو لا هتلتزم غصب عنك. معلش يا استاذ محمد لانه بالمنظر اللي احنا شايفينه لا بالصوره اللي احنا هتهنى زميل تاني لازم هننضبط كلنا. لا لو بنضبط هو محدد بيقول لك هذا الحكم اللاعبون يخشون الاقتراب منه فان دام انت يا استاذ اهو بص جاب سمير جاب لك كل الالوان اسود ماشي ايوه ماشي انت في ايه ده بس تتركني بقول لحد هاجي لك استاذ عصام رايك في هذا الملف ايضا؟ ملف يعني حساس جدا لانه بيقولوا لنا كلام غلط جدا. كل القمم في العالم قد تحتاج بنسب بتتعدي ال 70 و80% لحكام من خارج القطر ما فيهاش اي حاجه. هنا يقول لك معقوله وحكامنا يروحوا كاس عالم ازاي؟ يروح بالطياره يا عم خصوصا الدربيات يا ريس. طبعا انا بتكلم عن الدربيات. يروح كاس عالم ازاي؟ طب ما السعوديه بحكم ان احنا هنلعب هناك اهو ما شاء الله بعد كل اللي عاملينه لكورتهم ده بيجي له حكام اجانب واكيد عندهم حكم او اثنين او طاقم كمان في كاس العالم. جدا. قطر التي نظمت وكان عندها 7 حكام ما شاء الله في 2022 ياتي في دربياتها حكام اجانب. انتوا بتقولوا لنا اي كلام ليه؟ اسبانيا اكم من مرات برشلونه والريال كان بتحكيم من خارج اسبانيا، ايه المشكله يعني؟ انت بتقول لنا اي كلام ليه؟ ثم يبقى المنتج بتاعك مهزوز كمان وتقعد تشيلنا احنا الهم، ليه يا عم؟ ما تخليه هو يبقى حريص على ان هو يراجعك وانت كمان تعمل له ما هو الافضل علشان تخلق اصطاف من الحكام على راي الكابتن سمير عثمان الذين يحبوا المهنه ويحبوا العداله. ده انت قاضي ده مش مصدقين يا جماعه ان هم قاضي بجد. الكره بقت فيها رزق وعرق صحيح وحاجات من هذا القبيل فتحولت صحيح. بالفعل
إلى قضاء واقف في الملاعب كما المحامي وكما القاضي الجالس على المنصة. وهو خطر جدا الموضوع. أنت ليه بتقول لنا كده؟ يعني حضرتك مع الحكم الأجنبي مؤكد مؤكد أوكي. اللي عايز بقى يتعلم الحكم الأجنبي يورينا هيبقى أجنبي إزاي بجد والله. صح صح, لا صح. الراجل يا عم الأجنبي اللي جايبينه ده عمال يتكلم وقال لك والله لو جاب حكم أجنبي أنا قاعد. أول بس ما عارف إن ملهاش حل وانه راس الذئب الضايع ما تنفعش قال لهم بس انا اي حاجه فيه. اهم حاجه ابقى انا مراقب المباراه بس. وذهب مع الريحه يروح يراقب المباراه وذهب ليراقب اخر حلقه. طيب اقول لك الراجل ده مصمم على حكام اجانب ليه؟ على حكام مصريين ليه؟ هذا الرجل شغلته الحرفيه بتاعته انه يروح في بلاد بتامل في ان بس عندها عقده الخواجه مش الخواجه الاصلي زي الراجل كلاتنبرج للامانه عشان ندي له حقه. فهو شغلته ان لما يمشي من حته معاه الصور ان انا عملت اسلام وصام وقوسي فهو لازم يعمل كده. ما يروح يشتغل الشغلانه اللي بعدين ازاي النصبايه اللي بعدين ازاي ما هي كده. لازم الاول يقول لك شفته شفته شفته. انت عايز تقول لي هو اللي عمل الحكام دول هو اللي هو اللي خلى الناس بتاعتنا امين عمر امين عمر باختيار حر خالص ولا حد ولا هو حد يعرفه في الكاف بالمناسبه بريرا بريرا ولا قولوا له الحقيقه ولا اي حاجه بس. طيب. ده السبب الرئيسي لحكايه الحكم المصري. وانا بقول لحضرتك معلومات انه ده استكمالا لالبوم اللي بينتقل بيه من بلد لبلد اللي بيرى سمسرتها ان يقولوا له هنجيب لكم واحد يعمل لكم تحكيم ابن جنيه جنيه مين يا عم بتعمل بس. طيب بكره ان شاء الله بعثه النادي الاهلي هتسافر الى السعوديه يا استاذ محمد بعثه برئاسه الاستاذ محمد الضماطي. الامور ماشيه بشكل عادي جدا خلال هذا الاسبوع. ماتش راحة تمرين تمرين ثم سفر قبل المباراة بيوم زي المباراة السابقة وبالتالي الأمور ماشية بشكلها الطبيعي والعادي. تمام. الأهلي بيستعد استعدادات طبيعية جدا والعادية جدا المباراة عادية جدا على الرغم من أنها طبعا لا معلش خلينا نقول أنها مباراة مهمة وكل حاجة ولكن لا شك لا شك أنها مباراة مهمة جدا. يعني يعني لما دخلش الأهلي في معسكرات وقفل من بدري وبتاع فقط المعسكر لما يبقى في السعودية من بكرة إن شاء الله هيسافروا وهيتم الإغلاق المعسكر المغلق على لعيبة النادي الأهلي يعني. لكن طبعا مباراه الاهلي والزمالك لها اهميتها لها استعداداتها الخاصه طبعاً. لها قيمتها. هذه المباراه يعني بتختلف عن اي مباراه اخرى اللي بيبقى لها يعني الفريقين بغض النظر عن اي حاجه عن اسماء عن مستوى عن اي حاجه بيبقى عند اللعيبه دوافع مختلفه. وطبعا حضرتك لعبت الماتشات ده يا كابتن اسلام الدوافع بتختلف تماما في المباراه دي. خلي بالك انا الفتره اللي انا لعبت فيها كسبت كل الماتشات ولكن كل ماتش كان بدافع مختلف بدافع يعني لعيبه بتنزل بدوافع لعيبه الزمالك بتنزل بدوافع لكن الدوافع لوحدها لا تكفي لا يمكن عشان طبعًا. عشان يكون عندك دوافع وعايز تحقق لازم يكون عندك قدرات بدنيه وقدرات فنيه وعندك لعيبه وكواليتي لعيبه عالي وكواليتي ومدرب بره شغال بشكل كويس جدا بيستخدم الاوراق اللي عنده هل بيستخدمها بشكل جيد ولا بيستخدمهاش التغييرات اللي هيعملها ادارته للمباراه تطور المباراه. فالاهلي الحقيقه ماشي في طريقه بشكل قوي وشكل منظم واعتقد ان مر بتجارب قبلها بشكل قوي جدا بدايه من بعد العوده على طول ماتش بلوزداد اللي بدأ النادي الاهلي وكان لسه كان بدايه بقى بعد 50 يوم من الابتعاد عن اللعب وبعد كده مدياما وحققت فوز بالظبط بعد كده لعبت 3 مباريات. فيعني ان شاء الله امل ان يكون الاهلي اكثر جاهزيه فنيا وبدنيا في هذه المباراه ويقدر يحقق الهدف المطلوب ويقدر يحقق كاس مصر. اعتقد ان الامور بالنسبه له معظم لعيبته جاهزه بغض النظر عن الاصابات اللي حصلت في الفتره الاخيره وابرزها طبعا الصفقه الجديده وسام كنا نتمنى ان احنا نشوفه في المباراه لكن يعني حتى الان لم يتاكد يعني لم يحسم الامر بشكل نهائي خلي بالك بجد لكن ان شاء الله يعني كل اللعيبه بشكل عام جاهزه يعني. استاذ عصام هاخد بس من كلام استاذ محمد في كلام مهام قالك بغض النظر هل انت شايف ان الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي لن تؤثر ولو حتى بجزء طفيف على النادي الاهلي؟ لا يعني بره حتى مقوله الاهلي بمن حضر الراجل واضح ان هو على مدار يعني عمله السابق كان رايح بحته زياده عدد كفاءه ال20 لحاجه و20 لاعب صحيح وبالتالي يقدر يبقى عنده ثقته في الجميع. المنتج لانه هو مرتبه مش عشان لو غبت للاصابه يا كابتن اسلام عشان لو غبت لكثره المباريات باعتبار الاهلي ما بيلعبش الا كل سنه مره تمام فمش معقول كل 3 ايام هيلعب نفس اللعيبه 90 دقيقه 90 ماتش مش معقول فهو عامل على انه بيلعب مع الكبير الاهلاوي هيحتاج لاكثر من 11 طاقم بالتبديل والتوافيق مع العمود الفقري للفريق زي ما بيسموه يعني النجوم والمدربين اللي هو بيبقى لازم تعمل ما يسمى تدوير لانه في الاخر هذه ثقافه الكلاس ايه في كره القدم والاهلي على راس المساله دي. لكن لمن لا يعرف زي ما حضرتك قلت العمل يتواصل بدقه مع الرجل
قد يفقد ميزه نوعيه عند لاعب لديه القدره ان يعوضها مع الزميل الاخر من او النجم الاخر عبر تغييره هو لجزء تكتيكي، لكنه هو حابب طول الوقت يبقى عنده، عارف زي اللي عنده فلوس وايه وعايزها تزيد مش يصرف منها. صحيح. يعني بالصيغه دي، وبالتالي لا اظن ان التاثير يكون في غايه الصعوبه، والا لما لعب الزمالك بقى المباراه يعني كواليتي بكواليتي يصعب بفهم الامر. ده حتى الصفقات ال11 في 6 منهم مبعدين فنان، الصفقات الجديده يعني. تمام. حتى نادي الزمالك يعني ممكن يكون السيد رئيس نادي كابتن حسين لبيب قال ان هم اضطروا لده ربما علشان يلحق بقيه الموسم خشيه اللي هي بتاعت ابو طيب وباتشيكو حوالي 3 مليون الا، فقال لك لا نعمل ده الى ان نستعيد. لا. فكره فيها رؤيه ليهم هم كنادي زمالك، لكن في الاخر طب ماذا يفعل بقى وهو ينقصه الكثير والكثير. اعتقد ان كولر وجهازه الفني قادر على ده. الحاله اللي بيتربى، مش هقول لك بقى روح فنان دي موجوده طول العمر، لكن الحاله التي يتربى عليها النجم في النادي الاهلي، الكل في واحد والواحد هو الكل، وبالتالي لا اعتقد ان هناك خشيه. عشان كده تلاقي دائما لما بتلاقي كولر يعني غضبان او حاسين انه ممكن يقول كلمتين اما يخرج بين شوطين او بعد مباراه، تحس انه عايز يقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني انتوا عندكم الافضل. يعني دايما بيبقى حواره عن الفريق اللي هو بيدربه النادي الاهلي انه لديه الافضل. عايز بس اقول حاجه مهمه كمان، انه الكاس نفسها دي معلش يعني، لان بسمع اصوات يقول لك ما يعملوا لنا كاس جديده، لا دي مش حاجات هنرميها، دي مش حاجات زي الأورنوس بتاع زمان. هذه الكأس لها صفة تاريخية، جثمان الكأس ده قول بقى يعالجوه بره قول يرمموه، لكن ما اسمعش أصوات بتتكلم عن إنه ده لازم يتغير. إزاي يعني؟ هذه لا له قيمة أثرية. أنا أقصد طبعا طبعا أنا أقصد ممكن يتحط مثلا في الاتحاد ويبقى هو الـ 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 الرمز او هو المثل. بس ما يبقاش الكلام عنه كده وبيتاخد من روحه. يعني كاس العالم الجديده لا ده فيه يعني متحولين كثيرون من نجوم الكره القدامى وبتاع، انا مستغرب والله. والله وبعض من الاعلام يعني يقول لك لا راجل وراسه بتقع وضهره بيتحل ومش عارف ايه. يا عم ده تعمل له صيغه ما عشان يظل، لان حتى الكاس الجديده كاس العالم او غيره اشتق من جري ميه القديم، وجري ميه محطوط ومتامن عليه بمئات الملايين. وده اللي انا بقوله يتحط في الاتحاد، لكن مش يبقى ايه يا راجل ده منظر ايه ده ايه ده 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 اللي كان محدش عنده زيه. ده الاساس يعني، يعني ده الفكره بدليل ان الناس بتعترض على ان انا حتى لما بقول يا اوسي انا بقول اهو، لكن ما يتقالش ده منظر. ده المنظر ده حبيبي ايام الناس ما كانتش تعرف كوز الذره من الالف اللي انت بتعترض عليه النهارده. هو الفكره تطوير الكاس. أيوة وتطوير شكلها نحن مع بالظبط يعني لما حتى لو هي عمرها اكثر من 100 سنه في خزانه كده، هو ده يفضل نسخه، لانه ده ممكن يجي يوم من الايام يتعمل عليه مزاد يعني المصريين القادمين من بعيد ويعمل بقى واحد من روح هذا. أيوة. الكلام مفيش مشكله خالص، يبقى حاجه تناسب العصر. الكلام ما كانش على كده اوس، الكلام اللي انا قصدي ارد عليه يعني. كان كلام لا لا طبعا يعني التريقه انا فهمت يا استاذ عصام. هو بيتكلم على التريقه. لا لا طبعا يعني ما حدش كان بقول لك يقولوا نعالجه بره، قولوا راح الكابتن لاحق وقال لي ايه ما يتحط. طبعا يا سلام يا سلام بقيمته دي كمان ويتحط كده، يتحط دخل في دخله الاتحاد بتاعه. شفت قد ايه، شفت قد ايه السيد السفير استقبل الكاس ووضعها في السفاره يا جماعه. هو ده هو ده هو ده قيمته التاريخيه اللي فانتوا بتتكلموا عليه. تكلموا صح، مش لكن مش حكايه ايه ده ايه ده ايه يا عم. لا 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 طبعا ما هو ده ودرع الدوري دي حاجات تاريخيه وحاجات مهمه جدا. انا ممكن اطور في درع الدوري واحتفظ بقيمته التاريخيه في التطوير الجديد، وكاس مصر نفس الحكايه في التطوير الجديد، بحيث ان انا اعالج الخلل اللي موجود فيه واضيف له حاجات جديده تانية تبقى مختلفه تبقى مميزه. ما تخرجش مقابل ان فاتهم يعني اللي بيديروا الكره فاتهم يعملوا اللي حضرتك والكابتن بتقولوه ده، فتروح انت مهترئ على الموضوع نفسه. لا يا عم فكر تكسب زي ما الناس اتكلمت اهو عن التطوير. طيب استاذ اوسي مين اللي هيكسب الماتش ان شاء الله؟ وش كده على طول النادي الاهلي اتوقع. أوكي. اداء واتمناه للنادي الاهلي. لو بصيت لمستوى الفريقين قبل المباراه، الاهلي الافضل بدنيا، الاهلي الافضل فنيا، الاهلي الاكثر جاهزيه، الاهلي عنده دكه بره تقيله جدا، الدكه دي كلها دور كبير جدا في المباراه. الاهلي عنده تقريبا فرقتين يكادوا يكونوا متقاربتين في المستوى يعني، وده نتيجه زي ما حضرتك قلت ثقه كولر في كل اللعيبه، وصل اللعيبه لهذا المستوى. صحيح. انك تقدر تلعب باي 11 في الملعب
صحيح احنا ضد فكره اللي هي التغييرات الكتيره في التشكيل، واتمنى التشكيل الاهلي يبقى ثابت على الاقل بنسبه مش اقل من 75%، ما يكونش فيه تغييرات بنسبه كبيره جدا. العظمه الرئيسيه لكن العظمه الرئيسيه موجوده في النادي الاهلي، ودايما التشكيله الاساسيه اللي احنا هنشوفها في المباراه اعتقد الاهلي الاجهز والاقرب الى العوده بالكاس 39 ان شاء الله. استاذ عصام، الاهلي مهيئ باذن الله طبعا للفوز، وفوز مطمئن وفوز مريح، والا يكون اللاعبون قصروا في حق جمهورهم وادارتهم، وده الاهم الحقيقه يعني. اذا رسائل اخيره بقى نقولها للاعبين وللجماهير اللي هتحضر المباراه والجماهير اللي هتتفرج على المباراه. الجماهير انت بتثق في النادي الاهلي، وهتفضل ثقتك دي هي محل دائم لتفوق النادي الاهلي حقيقي. وبالتالي الأهلي مش بس هو اللي عودك على الفرحة، لكن الكثير والكثير سيحدث مع ناديك النادي الأهلي وفريق الكرة وقطاع الكرة من تطوير بإذن الله تعالى. انتظر الكأس، وقول لي بقى اللاعبين نفس الرسالة اللي أنهيت بيها بعد ما الأستاذ أوسي قال أو أكدت على كلامه، إنه هذه الكأس لا تخسر إلا بأقدامكم. صحيح. طبعا احنا المباراه خارج مصر بالنسبه للجماهير كما بنتوقع دايما الجماهير بيكون بره مصر اكثر انضباطا من عندنا، لان عندنا احيانا ما يكونش في لوائح كتيره جدا وقوانين اللي تطبق على الناس. فاعتقد ان الجمهور هيقدم صوره جميله وصوره محترمه، حتى هتلاقي جمهور الزمالك بعض الجماهير متداخله وقاعدين مع بعض بادب واحترام وشياكه. الرساله للعيبه اللي هم جوه الملعب، نريد مباراه فنيه عاليه جدا، مباراه تليق بكره القدم المصريه، مباراه تعبر عن كره القدم المصريه، وقبل كره القدم الاخلاق والادبيات والسلوكيات بين اللعيبه. اتمنى، وهذا الطرح طرح باكثر من حد واحنا بنعيد طرحه من جديد، ان يكون يعني لعيبه الاهلي وهي نازله حتى الملعب تقدم لنا الصوره دي. يعني نفسي ينزلوا مع بعض الملعب، ينزلوا بشكل شيء بشكل محترم، طول عمرهم زمايل وطول عمرهم اصدقاء. يعني الصوره العدائيه اللي بتتصدر الناس مش موجوده عند اللعيبه، يعني صحيح. يعني حتى هم في الملعب ويطلع بره الملعب اخوات واصدقاء، وفي لعيبه في الفرقتين بينهم علاقات قويه جدا. اتمنى ان احنا نشوف ده في الملعب، ادبيات واخلاقيات محترمه جدا الحقيقه، عشان تخرج مباراه تليق بمصر كرويا واخلاقيا. هو ده المهم، لانه في الاخر بعد كل ده اللعيبه تعمل كل ده، وفي الاخر يفوز الاهلي او يفوز الاهلي عادي، يعني مش مشكله يفوز يعني. الاهلي او يفوز الاهلي يعني. اذا خلونا نختم بهذه الكلمه الرائعه الحقيقه الاستاذ عصام شلتوت، اذا يفوز الاهلي او يفوز الاهلي، كلنا ثقه في لعيبتنا، كلنا ثقه في جماهيرنا المحترمه الوفيه الحقيقه اللي دايما بتبقى مسانده للنادي الاهلي في كل مكان. شكرا جزيلا يا استاذ عصام. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا استاذ اوسي على وجودك معانا. شكرا. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة في البيت الكبير.